حديث القاهرة الليلة مع ابراهيم عيسى اولويات الحوار الوطني في نسخته الثانية حوار مع الكاتب عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ خطوات الخروج من الأزمة الاقتصادية ما دلالات رسائل صندوق النقد ومدى أهمية قرارات الحماية الاجتماعية حوار مع الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع. السلام عليكم اهلا بكم في حلقه جديده حديث القاهره. بالتاكيد احنا في لحظات وفي ايام حرجه دقيقه صعبه بتكلم تحديدا على مستوى حدود سيناء نتكلم على مشهد قريب من دايما نسمع يقول لك الهدوء الذي يسبق العاصفه، حقيقه الامر ان احنا في عاصفه قد تسبق عواصف اكبر او هدوء اكثر. لانه احنا قصاد مشهد دقيق ومشهد على الحافه. احنا نقف على الحافه، المنطقه كلها تقف على الحافه. لا يغرنك يعني الهدوء في بقيه العواصم العربيه، انما احنا عندنا عواصم عربيه كلها مشتعله. سواء بنتكلم على السودان بنتكلم على ليبيا بنتكلم على اليمن بنتكلم حتى على العراق سوريا بالتاكيد بنتكلم حتى بشكل او باخر على لبنان وما يحدث فيها وبتكلم على حدودنا مع فلسطين المحتله احنا في لحظه دقيقه وعصيبه وعصبيه من يوم 7 اكتوبر 2023 والدوله المصريه بتقدم اعظم و يعني وتقدم على انبل وتقوم باهم خطوات واجراءات في تاريخها السياسي الحديث دفاعا عن القضيه الفلسطينيه وعن الشعب الفلسطيني انا يعني اكدت من اليوم الاول وها انا وقد مرت كل هذه الشهور والاسابيع اقطع يقينا بان الدوله المصريه لم تخطئ خطا واحدا ولم تتردد لحظه واحده على كل موقف نبيل محترم حقيقي شريف ايجابي فاعل مؤثر مهم تسند فيه وتساند الشعب الفلسطيني وتحاول حقن دماؤه ووقف النزيف ووقف العدوان الاسرائيلي على غزه هذا امر اظن انه يعني شهاده لله وامام الله وامام الجميع اصر عليها واصمم عليها واؤكد واقطع بها في كل الدلائل والقرارات كل الاجراءات كل المواقف رغم تخرص المتخرصين ورغم اصوات الكارهين واللي مش قادرين يفصلوا بين الخلاف السياسي والموقف الوطني في اللحظة ده ولا حتى بالموضوعية يعني حالة من غمامات الكراهية والـ وربما كلها أسبابها حتى المنطقية إلا إنها بتخلط خلط مذهل ما بين الحق والباطل يعني أنت عندك مشاعر كارهة ورافضة وحانقة وغاضبة فمش قادر حتى تشوف الحقيقة يعني يفقد ويفتقد البعض أو الكثير الموضوعية لكي يزن الفرق ما بين موقف دولة تقف معها وتساندها وتؤيدها وتدعمها في هذه المواقف المهمة والنبيلة والمحترمة والوطنية والشجاعة والعروبية والإنسانية وبين أنك تختلف معها كلية أو تعارضها جذريا أو ترفضها جملة وتفصيلا في عالم السياسة والاقتصاد مثلا ده فرق كبير جداً وهائل. بقول ده علشان اليمين الاسرائيلي من يوم 7 اكتوبر مع حماس والاخوان من يوم 7 اكتوبر هدفهم رغبتهم خطتهم رقم واحد توريث مصر. رقم واحد في خطه اسرائيل اليمين الاسرائيلي نتنياهو سمتر تشباو بن خفير وكل يعني مجموعه الاجرام المشتركه دي وحماس ومن وراءها المشروع الايراني والداعم الايراني وتيار الاسلام السياسي خطه الاثنين اذا لم يكن الهدف رقم واحد فهو رقم اثنين مثلا لكن مستحيل يبقى رقم ثلاثه. توريط مصر اما بنزوح قطاع واسع من الشعب الفلسطيني مئات الاف ولا عشرات الاف الى سيناء وبطبيعه الحال في صورة الخطة الإسرائيلية أن يتم التوطين والدفع إلى أنه مصر توافق على هذا المشروع اللي فيه تصفية للقضايا الفلسطينية من الناحية الثانية حماس نفسها في النزوح علشان تورط مصر وعلشان تمد الأزمة إلى الأراضي المصرية وعشان تحقق مشروع الإسلام السياسي في انهاء اي قضايا فيها تسويه، اي مشاريع فيها سلام، اي تسويه في المنطقه وتوريط مصر سياسيا واقتصاديا ويعني وداخليا فده هدف لدى الطرفين اللي هم بيضربوا بعض لكن هدفهم مشترك في توريط مصر، اما بالنزوح عن طريق تهجير قسري تعمله اسرائيل ومصر تقبل بالتوطين و او عن طريق النزوح الهروب والفرار مما عدوان اسرائيلي فتجاوز معبر رفح والبقاء بقى مئات الفلسطينيين مئات الالاف من الفلسطينيين في سيناء مدسوس فيهم بقى ولا ربعهم ولا نصهم ولا 10% ولا 5% منهم حمسويه هربانين من اسرائيل بيبنوا اعاده بناء بقى قواتهم في سيناء زي ما قال اسامه حمدان قبل كده مسؤول حركه حماس في لبنان انه يعني نقدر نقاوم من قلب سيناء ويعني بشكل او باخر اغراق مصر في المشكله الفلسطينيه من خلال التواجد على الارض المصريه ده مشروع الاسلام السياسي ومشروع اليمين الاسرائيلي الصهيوني الديني ده التوريط عن طريق النزوح والتهجير او التوريط عن الحرب بطريقه الحرب ان مصر تتورط في الحرب اي حرب هو هي ورطه لكن في المحصله ان احنا ندفعها دفعا بامر الواقع او بالخطر او بالظروف طبعا عند الاخوان وعند حماس بالابتزاز كمان والمزايده من اليوم الاول مزايدات اصله وما فتحوش المعبر كلام هراء وترهات مزايدات رخيصه واتهامات ارخص يعني ينفيها الواقع تماما وكلية والمساعدات والمفاوضات اللي عملتها مصر من اللحظة الأولى حتى الآن أنا أقول اليوم حتى اليوم الموقف المصري هو اللي أنقذ غزة من الموت جوعا هي جعانة على فكرة الشعب الفلسطيني يعاني من الجوع في غزة لكن اللي أنقذه من الموت جوعا هي مصر وده ليس منا على الشعب الفلسطيني فهو حق لنا وفي عيوننا وواجب إنساني وعروبي وديني وكل شيء ده مش مزايدة على حد ولا من على شعب بالعكس ده حق هذا الشعب لكن مصر لم تتوانى إطلاقا وكلية رغم كل الاتهامات الرخيصة والمزايدات الأرخص ورغم كل العفونة اللي بينطق بها ويتحدث بها ويتكلم بها ويمارسها تيار الاسلام السياسي اخوان مسلمين ولا حمساويه او حتى شخصيات وجماعات ومجموعات مصريه كارهه للنظام فبتحول هذه الكراهيه الى حاله من بث و ويعني و و وتنفيذ بالكراهيه والعدوان والعنف في الاتهام المتوالي والمتتالي على الدوله المصريه بانها خانت انها باعت انها حايدت انها كل هذه الاتهامات اللي بقولك لك ان الواقع يثبت عكسها تماما وينفيها كليه لكن جنون الكراهيه يصل بالبعض الى انكار الحقيقه التي لا يمكن باي حال من الاحوال الطعن فيها ما بالك بقى بنفيها. مره اخرى اقول هذا الكلام لان احنا على الحافه. فتصور انه مصر اي نوع من الاشتباك اي درجه من درجات الحرب والاشتباك اشتباك والحرب حرب يعني قرار الحرب لو اتخذ فهو قرار من رئيس مصر وجيش مصر قرار مصري لا بيتفرضوا ابتزازات جهه ولا ضغوط حد ولا سعي للرد على مزايدات ولا من اجل اثبات يعني صلابه الموقف المصري وقوته اي موقف عسكري هتاخده مصر ان اتخذته هيبقى للدفاع عن السياده الوطنيه المصريه. هيبقى دفاع عن الحدود المصريه. احنا مش هنحارب عشان خاطر حماس واحلامها ومشروعاتها وخططها ولا هندخل اي قرار حرب عشان مزايدات الكارهين والناقمين والغاضبين على النظام اي موقف تتخذه القياده المصريه هو موقف بناء على مصلحه السياده الوطنيه المصريه ودفاعا عن ارضها وحدودها. بقول ده ليه؟ بقول ده مره اخرى انا لست عسكريا ولا يجب ان اتحدث، لا يجب ان اتحدث بما لا اعلمه. فانا لا علم لي بالخطط العسكريه ولا بقدرات تحركات الجيوش ولا مواقع الانزال ولا ظروف المواجهات ولا يعني هذا الامر ليس اختصاصي. ولا يصح ان يتورط المرء في نقاشات عسكريه ليس اهلا لها وغير جدير بالنقاش فيها. رغم ما نراه من انه حتى الخبراء اللي بيقولوا على نفسهم خبراء عسكريين بيظهروا في القنوات ونراهم في النشرات والتحليلات كل يعني في ظني بمتابعتي كراجل صحفي يعني كل محلل عسكري بيروح يحلل المشهد الفلسطيني الاسرائيلي بيحلل بناء على عقيدته السياسيه أو على بناء على خط يعني أجندة القناة والمحطة اللي أو البرنامج اللي بيتكلم فيه فيعني كلها في مجملها تحليلات يمكن الطعن فيها برمتها لانحيازات أصحابها سواء الأديولوجية أو الفكرية أو السياسية أو الرغبة في إرضاء المحطة وبرده أكيد المكافآت اليومية ألف دولار يستحق معها يعني المبلغ ان المحلل العسكري يخلط عقيدته على علمه على معرفته ويقول الكلام اللي يرضي اداره المحطه او يتطابق مع اجنده البرنامج او المحطه والكل محطه طبعاً حال اجندتها ولكل برنامج سياسته وده امر طبيعي انا بقول دايما طول الوقت الضمانه هنا التعدديه بمعنى انك انت عندك منابر كثيره تختلف فانت تتفرج عليها كلها وتتابعها كلها لو انت بتدور الحقيقه فتستخلص الحقيقه مش الحل ان احنا نمنع الناس الحل ان احنا ننوع الناس ده هو الحل الحقيقي انا لا اطالب بمصادره راي لانه طالع يقول لنا حماس انتصرت هو حر انما اطالب بانه كل الاراء تبقى موجوده والتحليلات تبقى مطروحه زي ما احنا شايفين كل القنوات الاخباريه تقريبا كل القنوات العربيه تقريبا لا تجرؤ على انها تقدم صوت واحد ضد حماس او يقول حتى ان حماس بتخسر يعني ده اذا ما كانش بيهلل عظمه وروعه وقوه وانتصار حماس يعني فاحنا لسنا خبراء عسكريين كي نتصدى للكلام عن قضايا عسكريه وتحليلات عسكريه لكننا مواطنون عاديون وفي حالتي انا صحفي وكاتب سيناريو فيمكن ان اعتمد على كتابه السيناريو وتساءل لو حصل اي حرب قررتها الظروف واستجابت لها القرارات المصيريه اي حرب بين مصر واسرائيل اول حاجه هتحصل ايه هو ضمان رفح, رفح يعني اذا كان البعض بيعتقد انه ونحن نتحدث هنا بقوه وبوضوح وبجلاء قرار الحرب ليس قرارا عسكريا هو القرار السياسي بالتأكيد لكن التخيل لحرب بين جيشين جيش كبير مهم ضخم قوي زي الجيش المصري وجيش له قوته زي الجيش الإسرائيلي أكيد حرب مروعة أكيد حرب مروعة. طيب السؤال هنا رقعة الأرض بقى اللي بين الجيشين دول أصل إحنا مش حماس بقى بتحارب بالجيش الإسرائيلي تطلع من نفق وتضرب لها صاروخ وتنزل من النفق تاني. دي حرب مالهاش علاقة بقى بالكلام العصاباتي بتاع حماس وبالمناسبة حرب العصابات ده توصيف مش معناه إيدان الطرف. ده ما ده توصيف عسكري. حرب المجموعات غير النظاميه او الجماعات غير النظاميه. الجيوش غير النظاميه، ده اسمها حرب عصابات. فالحروب دي بقى مالهاش أي علاقة بحرب الجيوش. وجيشين لهم قوتهم، ما تقدرش تستهين بقوة الجيش الإسرائيلي. ولا يمكن إنك أنت تقلل من قوة الجيش المصري. فجيشين قويين، ما أنت برضه لازم تحترم عدوك وتعرف قوته. فأنت قصاد جيشين أقوياء. هيطحنوا بعض طبعا في السكة بقى فين رفح سمعني بقى كلام عن رفح في الحالة دي أول حاجة هتحصل لو حصل حرب عسكرية إنه انسى رفح مش أنا كل الأزمة دي حوالين رفح طيب رفح لما تقع بقى بين إطلاق نيران بين أقوى جيشين في المنطقة أقوى جيشين في الشرق الأوسط. واتنين من أقوى جيوش العالم مصنفين كده. فين غزة في الموضوع؟ راحت غزة أصلاً. قصة غزة دي مش هتبقى موجودة في النشر. يمكن الجزيرة هتبقى حريصة إنها تبقى موجودة ثالث أو رابع أو خامس خبر. لكن القصة كلها هتبقى حرب عسكرية هائلة مدوية مروعة بين أقوى جيشين في الشرق الأوسط. يبقى اللي متصور انه حرب بين مصر واسرائيل هتنتج حل لمشكله رفح انا بقول انها هتنهي قضيه رفح هتنهي النقاش فيها هتدمر رفح هتسحق لان اسرائيل ساعتها بقى لا تعمل وزن لاي حاجه بتحارب مصر فتطحن في رجليها اللي عايزاه ومصر في الحاله دي بتدافع عن نفسها وبتضرب اسرائيل طبعا انا مش عارف برضه لست خبيرا عسكريا وليس لي ان اقول ولا ادعي معرفه بغير ما اعرف لكن بقول لك خيال السيناريو انه جيشين بيحاربوا بعض على الحدود يعني الا اذا كان ممكن الحرب تمتد كمان بقى الى العمق هنا والعمق هنا ما هو احنا كلنا بنعرف متى تبدا الحرب لكن لا احد يعرف متى تنتهي ولما بنتكلم على اللي انا شايف برضو يعني مجموعات كثيره من المؤيدين والداعمين الوطنيين للدولة المصرية وناس محترمة وعلى جانب آخر كمان بقى الدولجية اللي هم يعني مصر والدولة المصرية لما بتعمل أي حاجة يعني بيزايدوا عليها أكتر ويعني بيتعاملوها بيتعاملوا بإعتبار إنهم بيتكلموا عن مقدسات فأنا عايز بس نتأكد إن تداعيات الحرب لن تكون سهلة وانا مش معنى انه انا داعية سلام واعتبر نفسي من دعاة السلام واؤمن ان السلام هو الحل وانه اي حرب هي قرار اخير جدا يعني لا نصل الى هذا القرار ابدا يا رب الا انه في النهاية ان كتب علينا القتال وهو كره لنا فهذا الشعب بقلبه وبعقله ووجدانه مع قيادته مع جيشه بكل قوه وبكل بساله وبكل يعني آآ آآ ايمان بالدفاع عن هذا الوطن وسياده هذه الارض. لكن السؤال هنا انه احنا لما في هذه اللحظه حرب يعني لا تداعيات. الاقتصاد المصري مأزوم اصلا ولعل البعض يراهن على مأزوميه الاقتصاد بانه مش ممكن ياخد فعل في مواجهه عدوان انا متصور إنه أي قرار مصري بناء على انتهاك السيادة المصرية يعني حد يدخل الحدود ينتهك السيادة الوطنية المصرية ينتهك أرض مصر إنما ما أتصورش إن في أي قرار لمصر بمد حربها إلى إلى أرض الفلسطينية المحتلة أو ضد إسرائيل متى لم تمس الأرض المصرية فاحنا حربنا إن مست الأرض المصرية إلا مسى جنزير دبابة الأرض المصرية قبل حتى ما يلامس. ده دي دي اللحظة اللي مصر بتدافع فيها عن نفسها. إنما مصر مش هتقدم ولا تصب يعني تعمل أي درجة أو حركة استباقية خارج أرضها. ده في تصوري. وإذا كان هناك مخالفات أو إسرائيل بتقدم على مخالفة كامب ديفيد واتفاق كامب ديفيد نخالف احنا الأخرين. إذا كناش خالفنا. لكن في المحصلة إحنا حربنا إحنا اسمنا وزارة الدفاع. حربنا دفاعا عن أرضنا. فبقول إنه هذه اللحظة لو تمت لا قدر الله أي عمليات عسكرية أو أي حرب. في تداعيات على الاقتصاد هائلة. يعني إحنا بنتكلم طول الوقت الدولة المصرية تتحدث طول الوقت عن الأزمة الاقتصادية باعتبارها يعني من فعل تأثيرات خارجية في أغلبها الدولة المصرية لا تعترف أنها أقدمت على قرارات أو على إجراءات اقتصادية خاطئة أو غير موفقة أو تستحق المراجعة ومصر على أن كل الأسباب للأزمة الاقتصادية دي من الخارج ومنها كورونا ومنها الحرب الروسية على أوكرانيا طيب إذا كان السيد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بيلح دائما على أن هذا سبب مهم للغاية ورئيسي للأزمة الاقتصادية التي نعيش الحرب الروسية على أوكرانيا. ما بالك بقى بحرب مصرية إسرائيلية، هتعمل إيه في الاقتصاد؟ يعني إذا كانت حرب على بعد آلاف الأميال بينا منا أثرت على الاقتصاد كده. ما بالك بقى بحرب في قلب بلدنا أو على حدودها. هتأثر إزاي في الاقتصاد؟ ساعتها بيبقى اسمه اقتصاد حرب. ساعتها محدش بقى يتكلم على اتفاق صندوق ولا اتفاق آه مش صندوق، محدش بقى يكلمنا عن استثمار، محدش يكلمنا عن اسعار لانه كمان في الحاله دي على الوجه الاخر لا صوت يعلو فوق صوت المعركه. فمحدش بقى هيبقى يسمح لنفسه او يسمح له غيره انه ينطق في موضوع خارج ان بلد في حرب. فبلد في حرب يعني خلاص بلد في حرب. احتمل بقى اقتصادية احتمل ازمتك اللي اللي هتزيد، وما تسالنيش عن سعر الدولار. مش محدش هيسمع الكلام ده اصلا. ليه؟ لانك في حرب. مش بس محدش هيسمع، محدش هيسمع غالبا بالكلام ده. فبرضو عشان نعرف تداعيات الحرب، البعض المتحمسين قوي آه يعني آه ارجو ان هم يعني يراجعوا حماسهم للحرب. متى قامت الحرب فخلاص كلنا على قلب رجل واحد انما قبل بس لازم ندرس شويه الحماس مفعال ده والانفعال ده محاوله دفع الدوله المصريه والحمد لله الدوله المصريه عندنا يعني دوله عندها ثبات انفعالي وما بتستسلمش للمزايدات ولا بتستجيب لها ولا يعني بتتخذ بتاخد مواقف بناء عليها لكن هذه الحرب في واقعها الاقتصادي يعني لما برضو الناس من المتحمسة قوي للدولة تتكلم وتقول يعني أنه متحمسة جدا لحماس بنفس الحماس للدولة تقول لك الاقتصاد الإسرائيلي بينهار وعلى وشك الإفلاس وشفت وكالة موديز صنفت إسرائيل وخفضت تصنيف إسرائيل ما بلاش يعني يعني ما بلاش. احنا في ازمه اقتصاديه وانت متحمس قوي للحرب وبتكلمنا عن ان الحرب اثرت اقتصاديا في اسرائيل بدرجه انه كاليد مودز خفضت تصنيف اسرائيل انت عارف تصنيف نايف مودز اقل من اسرائيل اللي في الحرب فنراعي بعض شويه يا جماعه نحضن دولتنا شويه ونتحاضن على الحقيقه شويه ونخف ضغط على الدولة المصرية أو مزايدة عليها أو تسخين لها الدولة المصرية قرارها قرار بيبقى مدروس بكل بي يعني كل درجة وكل خطوة لكن لازم احنا كمان نبقى فاهمين كشعب وكمواطن انه مش بالهيصة هي والموضوع له مردوده وله تبعاته وله اختارته ومالوش توقيته يعني محدش عارف ده يودي الامتى فين وعشان كده قرارات الحروب هي اخطر قرارات في تاريخ الشعوب وعشان كده ما تتعمل بالانفعالات ولا بالحماس المفرط ومحدش يقيس وطنيته بدرجه الحماس لان بلده تخش حرب دي مش وطنيه دي درجة من درجات الانفعال النفسي اللي يستحق بعض الهدوء والت ويعني والتروي دع قيادتك تتخذ قرارها قيادتك السياسية تتخذ قرارها في الحرب الاشتباك أو عدم الاشتباك بدراستها للموقف ولتداعياته مش بالرأي العام وعندنا الناس عايزة تحارب يعني هذا لا يمكن أن يكون في مدخلات الدولة المصرية. لا قر... يعني الحرب ليست قراري أنا ولا قرارك ولا أنا ولا أنت مؤثرين فيه لن نؤثر فيها في القرار, في القرار ده إطلاقاً، الرأي العام المصري غالباً لا يؤثر في أي قرارات للدولة المصرية. سلماً وبالتأكيد حرباً. فنراعي بعض بقى، نراعي درجة التسخين المبالغ فيها دي. لأي سبب يعني. يعني في 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 اللحظه اللي الدوله المصريه قرر فيها اشتباك او حرب فانت عندك واجب وطني وعندك دافع وطني وعندك يعني بكل مشاعرك ووجدانك وقلبك وعواطفك وعقلك في نفس الخندق اللي في دولتك وبلدك لكن لغايه ما نوصل للموقف ده ده الموقف ده بقرار الدوله بقرار رئيسها مش بانفعالاتنا ولا التسخين على بعض ولا المزايده على بعض مرة أخرى بطريقة الخيال السياسي يعني أي حرب بمصر مصر وإسرائيل فضلا على تداعياتها على المنطقة أول شيء فيه ما فيش مساعدات لغزة أول شيء أول رد فعل هيحصل عدم قدرة أي يعني شاحنة على المرور والدخول في ميدان قتال الحرب ده هتبقى بجبهة معركة شاحنات إيه اللي هتخش أنا يعني عشان كده بقول إنه اللي قاعد يرفع من درجة التسخين دي محتاج إنه يراجع نفسه لو هو بيتكلم عن القضيه الفلسطينية وزي ما قلنا مساس مش مساس اقتراب للمساس بالسيادة الوطنية المصرية أو بالأرض المصرية ده يعني دونها الحرب لن يسكت الجيش المصري لو يعني في جنزير دبابة ولا طلقة مدفع اخترقت الحدود المصرية دي قصة منتهية محسومة مقضي بها لا عايزة تسخين ولا عايزة تجهيز ولا عايزة ايه؟ اي حاجة برأي العام انما اللي بيتكلم على انه لطول طول من يوم 7 اكتوبر عايز يدخل مصر الحرب واللي شايف انه وسايبين غزه لوحدها وسايبين طيب يعني السؤال هنا انت عارف لما هندخل الحرب هيحصل ايه بالنسبه لقضيتك انت اذا اذا كنت بتدافع عن فعل عن القضيه الفلسطينيه او بتدافع عن الشعب الفلسطيني لانه بمجرد هذه الحرب انا بقول لحضرتك انتهت اي قصه مساعدات وانتهى اساسا فكره ان غزه بنتكلم فيها خلاص احنا بقينا في ميدان معركه وقتال وحرب لن تبقي ولن تهدر بقى فرايح جاي اطلاق النار والمدافع والطيارات اللي تحت بيتهرس اسرائيل بتهرس بقى وبتدمر في رفح وفي غزه وفي كله خلاص بقى مش هتشوف قدام عدو وحشي مجنون همجي وهينتهز فرصه انه بيحارب اقوى جيش في المنطقه وبيحارب مصر ففي في السكة راحت فيها غزة في تصوري راحت فيها فلسطين ده برضو لهؤلاء الذين يعني يدعون لأنفسهم دفاعا عن الشعب الفلسطيني طيب طب نعمل ايه <applause> يعني ما الذي يمكن ان نفعله اه الذي يمكن ان نفعله مين؟ الدولة المصرية، الدولة المصرية بقول لك اهو رقم واحد من يوم 7 اكتوبر مواقفها في منتهى النصاعة والسطاعة والسطوع، إذا كانت السطاعة دي عربيا يجوز لكن في منتهى السطوع والنصوع في إنها واقفة بتساند بكل قوة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية طيب على الحاجة الثانية لو أكرهت على القتال لأن القتال كره لنا والحرب هتحارب أدي الدولة المصرية بس هتحارب عن إيه؟ دفاعا عن سيادتها دفاعا عن أرضها طيب لو بتسألني بقى نعمل إيه إحنا بقى كعرب كفلسطينيين هقول لك ابحث عن حماس بقى ليه؟ لأن حماس كل اللي بيحصل ده كل ما يحدث الان من درجه التسخين دي ومن وصولنا للنقطه دي في الحرب ان احنا بنتعامل مع طرفين نتنياهو بكل اجرامه ووحشيته هو واليمين الاسرائيلي بيطيل امد الحرب بيستخدم الحرب لتصفيه القضيه الفلسطينيه وضرب اي تسويه ولتوريط مصر بحرب معاها او توطين للفلسطينيين في سيناء قصاد الطرف الاخر حماس اللي لها نفس الاهداف تطيل امد الحرب تنسف اي تسويه سلميه او اي سلام مزمع في المنطقه او اي كلام عن دوله فلسطينيه اصلا رقم ثلاثه توريط مصر فالاثنين بيحققوا اهدافهم. مين هيقول لهم وقفوا الحرب؟ ويوقفوها ليه؟ اذا كانت بتلبي كل اهدافهم. فيعملوا المفاوضات اللي بتديرها اطراف مصر وقطر وامريكا بتخش والرئيس المخابرات الاسرائيلي يعمل الاجتماعات بتاعه باريس مع الاجهزه المخابرات المصريه والامريكيه والقطريه. وينتهوا الى اتفاق باريس فالطرفين يرفضوه وكل واحد يعلي درجات الشروط بتاعته علشان الحرب تستمر وتحقق كل الاهداف عشان كده الكلام برضو يعني المسكين اللي هو لك ايه آه اسرائيل لم تحقق اهدافها ونتياهو لم يحقق اهدافه ولهذا فهو يشعر بالفشل طيب دلوقتي نتنياهو قال إنه أهداف حربه على غزه القضاء على حماس، القضاء على حكم حماس لغزه، إعاده الاسرة أو الرهائن الإسرائيليين من غزه. كويس عمل التلاته؟ ما عملش التلاته. لكن هو السؤال هو قال إمتى هيعملهم؟ ما قالش هو اعلن اهداف وما قالش يعملها امتى فعشان كده بيطول الحرب اهو ما هو لسه محققش أهداف اهدافه هو قال انا يعني كل اللي يقعد يقول لك اسرائيل فشلت ولم تحقق اهدافها وحقيقه الامر بيخدم نتنياهو ليه؟ لنتنياه نتنياهو هيقول لك ما انا حققتش اهدافي فعلا هات بعضها كلها ضربنا مش عارف كام كتيبه وفاضل كام كتيبه اصل في اربع كتائب لسه في رفح ما ينفعش نوقف الحرب هنكون كده وكاننا خسرنا ما هو اهو الراجل عايز يحقق اهدافه وما قالش امتى وطبعا يعني فيما, عدا لو مصر ما دخلتش طرف في الحرب اظن ان هيستمر لغايه ما يجي ترامب باعتقاده انه بايدن هيرصف في الانتخابات وفشل في الانتخابات وهيجي ترامب فترامب بيجي له هو الاخر يحتل غزه بنفسه بقى يعني ترامب هيخطب في غزه ف هل قال نتنياهو او الجيش الاسرائيلي او الاسرائيليين متى سيحققون اهدافهم؟ لا وعشان كده هو ده بيخدموا جدا الكلام على انه حقش اهدافه لكن خليني اقول لك هو حقيقي هو قال لك انا هقضي على حماس هو لم يقضي على حماس ولن يقضي على حماس ومن اليوم الاول قلنا ان حماس دي قضية اراء فكر عقيدة فيش حد ينهي عقيدة ولا يقضي على عقيدة ومفيش حد هينهي تنظيم الا لو التنظيم ده انا نفسه ده موضوع التاريخ كله بيقول لنا كده التنظيم ده السري ده او التنظيم العلني ده او التنظيم العسكري ده مش هينتهي ابدا الا لو هو صفى نفسه أعلن كده زي منظمة إتا الانفصالية زي مش عارف الجيش الأحمر الإيه يعلن أو الجيش الأيرلندي يعلن إنه صفى نفسه وتخلى عن عقيدته أو عن برنامجه السياسي أو عن منهجه في العنف فيما عدا كده هتفضل حماس في طبعا هيفضل التفكير الأصولي والمتطرف وهيفضل المتصور إنه الحرب ضد اسرائيل هي حرب عسكريه ولن يعود الحق الا بالعسكريه وكلام من ده. لن تنتهي حماس اطلاقا لا تنظيما الا لو حلت نفسها ولا فكره ولا عقيده. انما هو عمل ايه بقى نتنياهو؟ هو قرر او قال انه هيقضي على حكم حماس. فقام أضع على غزه. اضع الحكم. يعني <applause> كل الناس بتتكلم يقول لك اليوم التالي يعني لو تصورنا ان نجحت آآ آآ وساطات الغد بكره في جاي رئيس المخابرات الاسرائيلي وجاي رئيس المخابرات الامريكي هنا في مصر وفي وساطات البعض بيعتبر ان كل اللي بيحصل ده آآ آآ يعني آآ وصول الامر على حدود الحافه عشان يحصل تنازلات من الطرفين ونعرف نعمل اتفاق نحكم فيه دماء الشعب الفلسطيني كويس لو تم ده براعة وإجراء سياسي ممتاز ونقدر نوصل فيه إلى أنه نوقف نزيف الدم ماشي لكن كل الكلام عن اليوم التالي بقى لو تصورنا أن بكرة بدأت الاحتمالات في النجاح للوصول لاتفاق جديد والاطراف وافقت عليه ووقف اطلاق النار. فيقول لك اليوم التالي بقى وانه حماس من سيحكم غزه؟ يحكمها حماس طبعا. انا بقول اهو انا راجل شايف ان حماس دي جماعه غير وطنيه وعملت عمليه في 7 اكتوبر عمليه عدميه لا هي مدروسه ولا هي خطيره رهيبه فظيعه ناجحه نجاح مبهر كعمليه انما كتبعات وتداعيات كارثه على دماغ الشعب الفلسطيني على دماغ الوطن العربي كله مصيبة سودة حصل على الأقل ورطانا في حرب نتمنى ان ربنا ينجينا منها طيب من الحرب فما يعني ده قناع قناعات فكرية يعني لدى المرء واراء يعتقدها شخص المتواضع مؤمنا ان حماس جماعه غير وطنيه وجماعه اصلا لا ما هي مهتمه لا بفلسطين ولا بالقضايا الفلسطينيه ولا تساوي فلسطين عندها سواك على راي محمود الزهار بس انا بقول لك اهو لو وقف اطلاق النار حماس تكمل حكم الغزه اصل مش معقول الدمار ده يعني هي لما غزه اتدمرت حماس بقى تتولى مسؤوليتها يعني هي تدمرها تجلب العدو الاسرائيلي بوحشيته واجرامه وهمجيته يدمر ويحقق مشروع اليمين الاسرائيلي ويدمر غزه وبعدين تيجي تقول لي السلطه تحكم غزه سلطه ايه يا عم توكل الله نعمل اداره مش عارف يا عم هي حماس اللي تحكم ورينا هتطلع الركام ده هتقوموا مباني تاني ازاي ده من شروطها اللي هي مقدماها لاسرائيل في الاتفاق اللي ما نجحش ده ان هي تسمح بدخول ستين الف خيمه بلا ستين الف خيمه بقى من شروطكم دخول خيم ده انتوا كنتوا القدس ده اسمه طوفان الاقصى طوفان الاقصى انتهى اللي انتوا عايزين تدخلوا خيام بتشترطوا دخول الخيام ايه ده دي عملية عدمية خلت غزة ازاي هرالك من كاتب من كتاب المقاومة يعني هو رأيه انه اعظم حاجه حصلت 7 اكتوبر وحاجات كده يعني وبيتهم مصر وبينتقد مصر وبيهاجمها في صحيفه لبنانيه لم يبقى في شمال غزه منزل او منشأه لم تصبها قذائف العدو بلدات واحياء كبيره دمرت عن بكره ابيها وفي الطرقات التي تقود الى المربعات السكنيه تنتشر الذخائر غير المنفجره وباتت احياء كثيره وكبيره جدا خاليه من الناس فقط يمكن ملاحظه الكلاب التي تتنقل بين المنازل تبحث في بقايا جيف جثث يعني بينما لا يمكن لمركبه ان تسير من دون مواكبه مسيرات الاحتلال والناس الذين صمدوا في الشمال يتكدسون بعضهم فوق بعض في مدارس ومؤسسات مخلعه الابواب والشبابيك تغرقها المياه وتلفها الرياح صبح مساء في وسط القطاع ثمه شريط يمكن لعابر شارع صلاح الدين فقط ان يرصد الدمار فيه لا يمكن ان يرى المرء يسارا او يمينا سوى الركام وقد تجمع بعضه فوق بعض على شكل مستودع خرده ومن يقدر على الاقتراب من الجهات الشرقيه يلحظ عمليات التجريف المتواصله لكل المباني المرتفعه الى اكثر من خمسه امتار وبعض من اتيح لهم العوده الى احيائهم ما كان بمقدورهم التعرف على معالم المكان صار في غزه شوارع بعرض خمسه وعشرين متر لا اسفلت عليها بل الرمال صارت وحلا مكبولا ببقايا المنازل واغراضها وتحتها دفنت اشياء كثيره بينها بقايا من قضي تحت الأنقاض ولا يعرف أحد مصيره أو حتى اسمه حماس انتصرت يا جماعة وبعضنا بيقولك إزاي ما ننتهس فرصة انتصار حماس ونقيم الدولة الفلسطينية الأسبوع ده اللازم إذا ما استفدناش من كل اللي عملته حماس ده في نعلن الدولة الفلسطينية دولة فلسطينية يا عم احنا بندافع عن رفح يا عم يا عم احنا بنحاول ننقذ رفح خلينا الدولة الفلسطينية تتناشفها بعدين بس ننقذ بس المليون ونص دول اللي ممكن اسرائيل تدخل تفجر فيهم وحشيتها او مصر يعني تدخل حرب ننسى فيهم المليون ونص. هتقول لي دولة؟ وتقول لي اصله حماس انتصرت؟ يعني احنا دلوقتي بنتكلم في ان احنا ننقذ رفح، وتقول لي حماس انتصرت؟ يا حول الله يا رب. لو المضحك ان يقول لك حماس بعت لمصر ده صحيفه امريكيه بتقول بعت لمصر تقول احنا نقدر ندافع عن رفح تقدر ندافع عن رفح ليه انت كنت دافعت عن غزه واحنا شفناك في شمال غزه انت ما سمعتش اللي احنا قراناه انت في النفق فمش شايف وانت كنت دافعت عن شمال غزه انت خان يونس احياء في خان يونس تخاط فيها معارك شوارع وحياة تانية أخليت من البشر <applause> فمش عارف أي جرأة وشجاعة في إنك تقول أصل أنا ممكن أدافع عن رفح وأنت كنت أنقذت فلسطيني واحد من النزوح من شمال غزة للجنوب إنما هم مصممين إنهم انتصروا خلاص يعني وشوية اليسار البعض اليسار يعني الحمساوي أكتر من الحمساوية والحقوق بعض الحقوقيين برضه اللي شايفين في المقاومه الاسلاميه نبل الانتصار شايفين المنتصر يعني انت تقدر تقنع شخص عنده عمى الوان انه الجرافاتة اللي لونها احمر دي هي اصلا اخضر راجل معتقد يقينا ان اللي شايفه ده اللون الاحمر لو قعدت تقول له ايه مش هتعرف تقول له الحقيقه ان ده جرافاتة خضراء مش هيقتنع عنده عيب خلقي ففي عيب خلقي في الوعي غمامة من العقيدة غمامة من المشاعر مش بتخليها تشوف ده بتشوف انهيار غزة والدمار اللي حاصل والفجائع والمجازر شافها انتصار لحماس خلاص يا جماعه هنقول له ايه ده؟ يقول اصله المقاومه موجوده لسه على الارض، وحد قال لك هتمشي من على الارض، يعني انت عايز تقنعني ان حماس اللي عامله 600 700 كيلو تحت الارض انفاق مش كانت منتظره اليوم ده ما كانت بتعمل 700 كيلو ولا 800 كيلو تحت الارض انفاق وبتستعد وبتجيب لها اسانسيرات للانفاق دي كانت بتعمل ده ليه منتظره اليوم اللي هتخش اسرائيل ما اصله بتعمل انفاق ليه الا اليوم اللي منتظره فيه اسرائيل تخش غزه هي عايزه اسرائيل تخش غزه والمفروض انها مستعده وكانت بتتوعد اسرائيل لما تدخل غزه وانها لن تستطيع الدخول الى غزه دخلت اسرائيل غزه وبترتع اسرائيل في غزه وحماس آه بتواجهها كويس ممتاز هو انت منتظر ما تواجههاش يعني بعد كل اللي عملته ده كنتم متصورين ان اسرائيل تدخل قوات احتلال وجيش احتلال غزه آه الحمساويه ما يظهروش ما يواجهوش ليه؟ ده تبقى طيب واجهه، انا طبعا انا ما كنتش متصور ان اسرائيل هتخش بالسهوله دي لغايه وسط غزه وبتتكلم عليها داخل رفح. كنت فاكر يعني انه في خطط عسكريه مدويه عاملاها حماس طلع في الاخر اطلع بالنفق واعمل كمين. ده اللي بنا... ده اللي كل يوم الاستعراض العسكري ال اللي... الفظيع الرهيب لانتصار حماس وقواتها الفظيعة أعطبت ألف دبابة من يوم ما الحرب بدأت موتت كل يوم مش عارف تموت عشر عشر عساكر ولا ظباط إسرائيليين وبعدين دي اسمها يعني حروب استنزاف دي عمليات استنزاف وبعدين بقى يعني أوقفت الدمار أوقفت التخريب أنقذت الفلسطينيين خالص إطلاقا هو انتصر معلش يعني خلاص هنعمل ايه؟ الله كريم. هم مصرين ومصممين ومعتقدين انهم انتصروا. البلد متدمره واسرائيل بتقول انها هتدخل اه رفح وهو ما انا رايي ان هو انتصر طبعا، انتصر انه يدخل المنطقه كلها في حرب وصراع طبعا. واليمين الاسرائيلي انتصر على حقق اهدافه، مين قال انه ما حققش اهدافه؟ تدمير غزه. ده تهجير الشعب الفلسطيني. يعني فيقول لك اصله النتيجة ما حققش اهدافه انا بقول لك ما اهدافه علشان هو ما حددش وقت كمان لاهدافه هو لن يحققها عموما الاهداف المعلنه دي لكن في المحصله اهو النهارده راح جاب آآ 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 اسيرين او راهنتين قبل كده راح دخل اقتحم فلقى الرهائن قتلهم مع الفلسطينيين مع الحمساويين رهائن هربوا وخرجوا عم قاتلهم باعتبارهم فاكرهم فلسطينيين لكن في الاخر حكايه ان احنا هنحرر الرهائن هو لبعضهم وقتلهم ودوصل لاثنين النهارده وجلبهم لكن في المحصله ال 136 دول من اللي مات فيهم واللي ما ماتش فيهم لن يستطيع انه يستردهم على طريقه اللي عمله في رفح النهارده فهو لا هيرجع الرهائن الاسرائيليين ولا هيقضي على حماس انما هو يقدر يقضي على غزه زي كما قضى عليها الان ف ويقول لك اهو انا بقول ان غزه لابد ان يحكمها تحكمها حماس بعد انتهاء الحرب ان انتهت لانه لا يمكن تدمروها على الارض كده تجلبون لها الخراب وبعدين تمشوا لا يحكموا اخويا وريونا كده هترضوا الشعب الفلسطيني ازاي هتنقذوه ازاي هترجعوا له بيوته يعني وحياته ازاي هتوفروا له فلوس واكل ازاي ورونا كده شوفوا انتوا القطريين والايرانيين هتعملوا ايه ورونا كده وانتوا بتحكموا غزه المدمره وما تقوليش اصل انا اصل المقاومه انتصت لا موجوده لسه يا جماعه احنا انهزمنا في سبعة 67 وفضلنا موجودين يعني ما مشيناش الجيش المصري فضل بس كان اسمها هزيمه فانت ما تقوليش اصل لسه في احنا أه 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 طبعا ما بنعرفش أه عدد أه أه الشهداء أه في غزه الا المدنيين انما من قتل في حماس محدش يعرف عشان معنويات أه المقاومه انما احنا كل يوم بنتكلم على اسرائيل وهي بتعلن اتقتل عندها كام؟ كان اسرائيل مش مهتمه بالمعنويات بتاعت جيشها. وننقل على الاعلام الاسرائيلي الحق المستشفيات النفسيه استقبلت كم عسكري اسرائيلي جايين من الحرب، الحق آآ 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 الاعلام الاسرائيلي بيهاجم نتنياهو يا جماعه يعني كل الاستناد اللي احنا بنعمله على انه اسرائيل بتعلن او اسرائيل بتختلف او بتتصارع. طيب وانتوا اخبارنا احنا ايه بقى؟ اخبار الفلسطينيين ايه يا راجل ده من يوم 7 اكتوبر حتى اليوم لم تجتمع قيادات حماس مع قيادات السلطه الفلسطينيه ومنظمه فتح بيتفاوضوا مع الاسرائيليين وما عادوش مع مع السلطه الفلسطينيه وما عادوش مع فتح ولا فتح قعدت معاه يعني احنا كل العالم كله ينتفض من اجل غزه والشعب الفلسطيني بينما الاخوه الفلسطينيين ما عادوش مع بعض القيادات الفلسطينية اللي بتدافع عن الحق الفلسطيني وبتقود الشعب الفلسطيني مخاصمة بعض الحرب المشتعلة دي ما خليتهمش يقعدوا مع بعض في ترابيزة واحدة يعني جنون جنون حقيقي هوس المفروض احنا ندفع تمن احنا بقى اللي ندفع تمن احنا مصر بقى ندفع تمن ان البهوات مخاصمين بعض ومنشقين عن بعض وكل واحد يطلع لنا في التلفزيون يحكي لنا عن القضيه الفلسطينيه والشعب الفلسطيني وهم ما يسلموش على بعض وما مع بعض ولا بيتفاوضوا ولا بينسقوا مع بعض في عز الحرب يعني بيتاجروا بشعبهم الفلسطيني بيتاجروا بالقضايا الفلسطينيه قيادات فلسطينيه ايه دي؟ بقول لك ما قعدوش مع بعض ما تفهموش ما تفاوضوش ما نسقوش ما بيكلموش يعملوا ايه مخاصمين بعض البهوات كبار حماس وكبار السلطه الفلسطينيه مقمصين من بعض ممكن تشوفهم موجودين في الشباكين اتنين ويندوز على فضائيه انما ما بيعدوش مع بعض لا قيادات ولا حوارات ولا نقاشات ادي الفلسطينيين ادي الشعب الفلسطيني اتفرج شوف قياداتك شوف درجه الاستهتار والاستخفاف بمصير الشعب الفلسطيني. اللي اللي عاملين فيها قياداته مخاصمين بعض ومنشقين عن بعض ومقسمين على بعض وما مع بعض اثناء ضرب النيران للشعب الفلسطيني ومجازر ضد الشعب الفلسطيني وكل واحد بيدعي لنفسه الكلام باسم الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني ده المفروض يضربكم كلكم بال يعني اقول ايه؟ ده انتوا مش عارفين تقعدوا مع بعض عشان تنقذوا الشعب الفلسطيني. تاجروا انتوا تاجروا تاجروا اتفضلوا تاجروا ومصر تدفع الثمن مصر وحدها المفروض تدفع الثمن اي 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 اقول ايه النداله اللي احنا شايفينها من قيادات الشعب الفلسطيني الانقسام والانشقاق الرعونه الانتهازيه شيء في منتهى الرخص بنتفاوض احنا عن حماس ونكلم احنا وقطر نكلم اسرائيل ونكلم امريكا بينما الأخن حماس وفتح ولا حماس والسلطه ما بيقعدوش مع بعض. ده انتوا جرستوا وعريتوا القضيه الفلسطينيه. ده انتوا عار على القضيه الفلسطينيه. عار على الشعب الفلسطيني. وعايزين احنا ندفع ثمن اختلافاتكم وخلافاتكم وانقسامكم وقرفكم. وبيدفع الشعب الفلسطيني دمه وروحه كل يوم بينزف دم مش خاطر القيادات اللي بتختطف قراره واللي بتنقسم واللي بتصارع على سلطه واللي بتجرب بالدين واللي بيتاجر بالقضيه واللي بيتاجر بالدين وبالقضيه وادفع يا مصر الثمن اشرب انت يا مصر ويقول لك اصله حماس انتصرت شيء موز ولو انتصرت يا جماعه اذا كان ده شكل الانتصار ارجوك انهزمي يا لو انت كده انتصرتي حماس فاتدمرت غزه ابوس راسك يا عم الصنوار ينهزم اذا كان تمن الانتصار ده الانتصار الوهمي اللي في ذهنك ده هو الدمار امال الهزيمه تبقى ايه لس اصل احنا لسه موجودين على الارض وحد قال لك هتتنيل بره الارض ما انت هتفضل في الارض حد يعرف يخلعك بالارض انما بقائك مش معناه انتصارك زي القصة بتاعت حماس لما برضو يقولوا أنت لو تصبري أسبوع من أول يوم وحياة ربنا تغريدات من شخصيات بعضها مصري الحقيقة وناس يعني 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 كنا نزكي عقلها يعني تقولك لك بس المقاومة لو صبرت أسبوع مصريها هتنهار لو صبرت أسبوع هتفرض حل الـ على الـ على اسرائيل إيه لو صبرت اسبوع ده إيه ممكن تفرج مش بس عن المعتقلين الفلسطينيين ده عن إيه سجناء الوطن العربي كله يا سلام حماس اللي قالت في الاول انه اهدافها تطهير السجون الاسرائيليه من او تبييض السجون الاسرائيليه تبييض السجون الاسرائيليه من الاسرى الفلسطينيين في اخر اتفاق بتطلب الافراج عن ألف 1500 ما بقاش تبييض ب 1500 ومفاوضات بكرة والوساطات والحاجات دي عشان آه الإخوة في حماس يتنازلوا بدل ال 1500 بألف مثلا يبقى 700 نتناقش شوية في آه في العدد في النوعية فيقولك لا تبييض السجون الإسرائيلية فالإخوة اللي كانوا عايزين تبييض السجون العربية مع الإسرائيلية بوصلت ل 1500 وما تعرفش بكرة يوصل لكام فهذه حماس اللي قالت لك المسجد الأقصى هي أخبار المسجد الأقصى يخبره وبعدين ده الشروط اللي طالبها حماس بقى الفظيعه الرهيبه الورقه الجباره اللي بتتكلم بقى كلام المنتصرين طالبه بايه انسحاب القوات الاسرائيليه من غزه حياه الوالده هو مين كان دخلها غزه مين اللي كان دخلها غزه اعاده الشعب الفلسطيني او اهالي الشمال الى شمال غزه هو كان مين اللي خلاه مين مش العملية العدمية اللي انت... العملية المبهرة المبهرة اللي عملتوها في 7 اكتوبر المدمرة اللي انتوا لفيتوا غزة كلها بحزام ناسف ورحتوا اقتحمتوا غلاف غزة المستوطنات والقرى الاسرائيلية على الارض المحتلة وان كان رسميا هي مش محتلة يعني طبقا للورق الرسمي انما بالنسبة لي انا فلسطين كلها محتلة ورحت لفيتوا العبوات الناسفه ولا الحزام الناسف على غزه والشعب الغزاوي الفلسطيني في غزه 2 مليون ورحتم بيهم بس فجرنا غزه عمليه عدميه يا عم اللي عايز ينتحر ينتحر هو اللي عايز يستشهد يستشهد هو انما ما موتليش مليون ونص دلوقتي احنا الازمه كلها في ايه بقى؟ الحافه كلها اصل مصر هتتدخل عشان خاطر رفح وفي نفس الوقت يقول لك اصل حماس انتصرت طب ما كانت هي اللي ريحتنا لو هي منتصره يعني احنا ليه بنعاني من الكلام دلوقتي عن رفح هي حماس بتراهن على ايه خلينا نقول يعني اخيرا المراهنات الثلاثه اللي لحماس <applause> رقم واحد حماس بتراهن على انه العالم كله ضد اسرائيل ممتاز انا عايزك بس تمسك فيها شويه الحكايه دي ليه لانك طلعت عين اللي خلفونا بانه العالم كله بيأيد اسرائيل وان العالم بيتامر من اجل اسرائيل وان الصهيونيه العالميه العالميه مسيطره على اوروبا والغرب وانه الاسرائيليين مسيطرين على السياسه الغربيه على الشعوب الغربيه وانه اوروبا والغرب ينتصر لاسرائيل فامسك فيها والنبي حكاية إنه العالم كله ضد إسرائيل. لأنه حقيقة الأمر إن العالم كله ضد إسرائيل دلوقتي. لكن أنت بتقول لي إنه طول الوقت المؤامرة على آه القضية الفلسطينية، المؤامرة على فلسطين من الغرب وإنه الغرب بيدعم إسرائيل. طب كويس، ما بيدعمهاش أهو. فامسك فيها شوية بقى. نعرف إنه الغرب والعالم كله ليس مع إسرائيل. والعالم كله ضد وحشية إسرائيل طيب فهمنا دي ما نقعدش بقى نعمل الاسطوانة دي تاني ننزنق نقوم مشغلين معيدين تاني للاسطوانة انه العالم كله ضدنا ان العالم كله مع إسرائيل فامسك في دي شوية وابني عليها بقى لو حد بيفهم في السياسة يعني يبني على الحقيقة دي لكن برضو الحقيقة دي محتاجة أكملها لك العالم كله ضد إسرائيل بس العالم كله مش عارف يعمل حاجة مع إسرائيل اعملها دي بقى حطها عندك برضو في القايمه. انت رهانك على ان العالم كله بقى ضد اسرائيل وبيضغط عليها، انا بقول لحضرتك صح، العالم كله ضد اسرائيل وبيضغط عليها، صح. وما بيجيبش نتيجه للضغط. كمل ده بقى. عشان تعرف ان القصه مش قصه العالم كله، القصه قصه الارض. موقعك في الارض، قوتك على الارض، وقوه اسرائيل قدامك. فادي الاعتماد الاول الرهان الاول الرهان الثاني على انه امريكا تتدخل شوف طول الوقت هو شايف انه امريكا الدعم الاول لاسرائيل مش هو بس العالم كله شايف ان امريكا الدعم الاول لاسرائيل ودي حقيقه مؤكده لا يمكن المنازعه فيها اصلا والمنافسه في في السياسه الامريكيه مين يؤيد اسرائيل احسن من الثاني او اكثر من الثاني ده ملوش علاقة بالمجتمع الأمريكي، المجتمع الأمريكي فيه يعني معارضة لإسرائيل ومواقف إسرائيل وحتى الحزب الديمقراطي نفسه الأمريكي الحزب الحاكم. واللي بقوله عن أوروبا والغرب إنه مش بس الشعوب والمجتمعات اللي ضد إسرائيل، لأ دي الحكومات ووزراء ورؤساء وزراء يعني عشان برضه الأمور إيه تبقى واضحة فانت بتطالب الداعم الاول من اسرائيل انه هيتدخل، يعني هو مراهن الوقت انه امريكا مش هتستحمل اطاله الحرب، امريكا مش هتستحمل المشهد الانساني اللي بيحصل في غزه، امريكا مش هتستحمل الضغط على حلفائها في المنطقه، امريكا مش عارف ايه، فهو مراهن على انه امريكا هتضغط على مراهن على الداعم الاول لاسرائيل انه هيضغط على اسرائيل. مش عارف جاب العشم ده طيب بايدن كل شويه يعني احنا بدانا هو رافضين اي حركه عسكريه تخش ولا ضرب لرفح وبعد بعد شويه لك بس يعني لازم نوفر الاول للمدنيين والنهارده في نزوح عكسي يعني في ناس من رفح بتطلع فلسطينيين بيروحوا على الوسط واسرائيل بتعلن انها جهزت مش عارف ايه الممرات امنه كلام بقى اللي هو يعني اسرائيل لا هتحترم ولا نيله لكن في المحصله التنازل الامريكي بقى اللي هو بعد ما ما ينفعش تخش رفح بتحول الى بس ناخد بالنا من المدنيين طب نجهز المدنيين ايه طب ن... فإسرائيل تطلع تقول لك مش هنقرب من رفح الا لما نخل المدنيين ف يعني ايه يعني الداعم الاول لاسرائيل مش عارف يضغط على اسرائيل فكمل لك الحقيقه دي كمان بقى نقطه تانية وهي انه القضيه كلها هي موقعك على الارض عشان نعرف وانت بتاخد موقف بقى تلف حزام ناسف على غزه ده تبقى عارف انك بتلف حزام ناسف وان حساباتك كلها حسابات هوجاء وانه العمليات العدميه دي عدميه ما لهاش اي معنى بترد عليك كارثه سوداء شان كل اللي عملناه في تاريخ الحرب في العربيه الاسرائيليه 48 لا رحت لا باستعداد والورطه السوداء بتاعتك في 67 مش عارف الحشد القوات الاسرائيليه على حدود سوريا ولا حصل حشد ولا نيله واحنا منع الملاحه في مئتران وصنافير سحب القوات الطوارئ الدوليه وغرقنا نفسنا. حرب اكتوبر هي الحرب العظيمه الرائعه التي لا يدانيها شيء من القوه والعظمه والتخطيط والتنظيم والنجاح الفز فادي الرهان التاني ادي الرهان الاول على العالم كله ضد اسرائيل الرهان التاني انه امريكا تتدخل الرهان الثالث مصر تتورط. ده الرهان التالت. ان احنا نجر مصر للحرب. فلما نجر مصر للحرب ننهي فكره التسويه السلميه و... طب يا اخي ما انت هتنهي على فكره الوساطه. لا هنعرف نعمل فوق احنا بنحاربهم احنا فوضى عشانك في ايه هتنهي وهتنهي الو... المساعدات احنا بنحارب اسرائيل لو دخلنا مساعدات للارض المحتله هتضربها اسرائيل ما خلاص ما احنا في حرب هما يقربوا مننا هنديهم على دماغهم هما ي... نحاول احنا نوصل لكم هيضربونا حرب يعني فايه ايه المحصله بقى فيها بالنسبه للقضيه الفلسطينيه حضرتك بالنسبة للعملية الخطيرة الفظيعة الرهيبة اللي عملتها في 7 أكتوبر وكل اللي احنا فيه دلوقتي هو فكرة انه يعني انه حماس شايفة انها بتحقق اهدافها ومنتصرة فلن تتنازل طبعا ما حدش طالب حماس اطلاقا بالاستسلام ما حد يعني ما فيش مجنون هيقولها استسلمي حتى المجنون مش هقولها حتى المجنون سياسيا مش هيقول لها ولا يجرؤ ان يقول له. ولا هي تجرؤ تستسلم تستهبل بعد كل اللي عملته ده وهتستسلم تبقى نصيبها سودا انما التنازل في المفاوضات يعني اللي بتاع المرحله الاولى ناجلها للمرحله الثانيه حاجه كده مفاوضات تنازلات عاديه يعني ما حضرتك انت من تبييض السجون الاسرائيليه الى 1500 بس يا يعني بعد ما كان 6000 بقى 1500 فيعني يعني انهي الحجج الاسرائيليه علشان خاطر ايه؟ ده بقى المطلب العرب اللي بيقولوه بالمناسبه المصريين والقطريين اللي بيقولوه الحماية عشان ندمر حجج اسرائيل وعشان ننقذ الدم الفلسطيني. فأظن ان ايران يعني مش معجبه بان احنا ننقذ الدم الفلسطيني واظن ان المخطط بانه مصر تخش ده مخطط هم حريصين عليه أكثر من الافراج على اسره اكتر من انقاذ الشعب الفلسطيني أكثر من الاضافه الفلسطينية نفسها ده موضوع يعني بالنسبه لهم هو الحلم الكبير لليمين الاسرائيلي واطار الاسلام الاخوانجي والحمساوي ومن لف لفوه يبقى الامر كله انه مصر وحدها هي صاحبه قرار السلم والحرب ومصر وحدها التي تقرر بقرارها هو بامرها هو باختيارها بارادتها الحره الكامله الوطنيه ما يعني يدافع عن مصر قرار الذي يحقق مصالح مصر ويدافع عن السياده الوطنيه المصريه القرار الذي تتخذه الدوله المصريه ويؤيده فيها وتؤيدها كل جموع الشعب المصري كل المواطنين ونتحمل ساعتها بقى كل دعاه الحرب حين اذان الحرب نتحمل ان احنا بقى في اقتصاد حرب عشان كده يعني يجب على المصريين ان يدعو الله سبحانه وتعالى ان يلهم هؤلاء الارهابيين في كل مكان في العالم التوقف عن الارهاب ثم ان يدعو الحمساويين وحماس انها تدافع عن الشعب الفلسطيني بوقف نزيف دمه ويدعو ان الدوله المصريه يعني تصر وتصمم على ثباتها الانفعالي وعلى قرارها الوطني وعلى القدره العظيمه على مسانده الشعب الفلسطيني والدفاع عن السياده الوطنيه المصريه بعد فصل نلتقي اذا عدنا جوله جديده من الحوار الوطني تبدا قريبا اذا دعونا نرحب بضيفنا الكبير كاتب الصحف الكبير الاستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريده الشروق وعضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس امناء الحوار الوطني اهلا بك استاذ عماد منورنا يا فندم اهلا بك استاذ ابراهيم تحياتي ليك ولكل الساده المشاهدين استاذ عماد احنا قصاد جوله جديده هل يعني ذلك مسارات واليات جديده في الحوار الوطني ولا هذه الجوله ستستمر بنفس الاليات والمسارات اللي كانت شهدتها الجوله الاولى من الحوار الاجابه تحتمل المعنيين يعني استاذ ابراهيم بمعنى ان هناك لجان لم تستكمل اجراءاتها ونقاشاتها وتوصياتها في المرحله الاولى سوف تستمر بنفس الاليات القديمه لكن سيكون هناك جانبا مهما وحوارا معمقا وعلى مستوى خبراء فيما يتعلق بالازمه الاقتصاديه. هذا الموضوع تم مناقشته باستفاضه قبل اول امس السبت في مجلس امناء الحوار الوطني بمشاركه من الدكتور احمد جلال والدكتور عبد الفتاح الجبالي وكان هناك نقاش حول كيف يمكن طبعا خبراءنا الاقتصاديين الكبار دكتور احمد لا. جلال وزير الماليه الاسبق وزير الأزبق الأزبق الجبالي طبعًا. واحد من خبرائنا الاقتصاديين الكبار بالضبط م. بالضبط والنقاش كان على يعني جلسه أمس على الجزء الاجرائي كيف سيتم هذا الحوار؟ من الذي سيدعى اليه؟ اكبر قدر من الخبراء الحقيقيين انت هنا تتحدث عن حوار مش بس موجه للاعلام كما تعلم احيانا الحوارات اللي هي مذاعه على الهواء مباشره وكل طرف يحاول ان يعني يخاطب جمهوره هذا الحوار المتعلق بالاقتصاد سيكون حوارا معمقا على اكبر قدر ممكن ومغلقا من يعني معلنا بمعنى انه سيصدر عنه بيانات عقب اجرائه لكن لكن الحوار هدفه هو وضع توصيات قابله للتحقيق من صنع القرار. عظيم. كما تعلم الرئيس الفتاح السيسي دعا قبل ايام الى مثل هذا الحوار بعد ان اشاد باداء الحوار الوطني في المرحله السابقه وبالتالي التصور العام ان تكون هناك قريبا ان شاء الله جلسات معمقه على مستوى الخبراء الاقتصاديين من كل المهتمين بازمه هذا الوطن ومحاوله البحث لها عن حلول. يعني اهم جديد وهو انه في جانب بارز للوضع الاقتصادي والازمه الاقتصاديه عبر خبراء في نقاش معمق داخل الحوار الوطني لكن البيان كمان مجلس الامناء اللي صدر السبت الماضي كما اشار الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عماد الدين حسين قال انه تركيز الجلسات المقبله على المحور الاقتصادي ومراجعه تشريعات الحبس الاحتياطي وقضايا النشر والابداع ما المقصود بالجزء الخاص بتشريعات الحبس الاحتياطي وقضايا النشر والابداع استاذ زمان الجزء بوضوح كما قلت لك الجزء الاول وهو الاليات القديمه او الاليات السابقه في الجزء الاول من الحوار البعض يرى انه لم يكن هناك يعني يعني نتائج على الارض وظن ان هذا الامر يعني جانبه الصواب لانه مجرد فتح المجال السياسي ومجرد الافراج عن 2000 شخص ومجرد السماح عوده الحديث السياسي الناس تتكلم سياسه واحزاب تدخل وتشارك وتتحدث ده تطور مهما ادرك انه قد لا يلبي رغبه رجل, رجل الشارع المغموم فقط اسعار السكر والبصل وحاجات كثيره وهو له كل الحق لكن الحوار في السياسه وفي الاقتصاد هو مدخل مهم ايضا لي الحصول على مزيد من الشفافيه، مزيد من النقاش حول ازمات الوطن. وبالتالي احد التشريعات المهمه التي نوقشت في الجلسات السابقه هي فكره الحبس الاحتياطي، سيكون هناك يعني مفترض رفع تشريعات ستحال الى من الحكومه الى البرلمان ل يعني تخفيف او معالجه المشاكل التي يشكو منها كثيرين من فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، هذه نقطه مهمه للغايه. واظن الوصول لها الى حل سيعني الكثير ليس فقط للخبراء او المهتمين بالعمليه السياسيه ولكن لكل الوطن هذه نقطه مهمه ايضا يعني في قوانين النهارده على سبيل المثال طلع قانون عن التامينات والمعاشات في الدبابة بتاعته استجابه للحوار الوطني تم ارسال قانون خاص بمكافحه التمييز هناك توصيات ستصدر تباعا وهناك تشريعات ستدخل الى البرلمان وهناك لجنه يوم السبت تم تشكيلها من سبعه اشخاص في من مجلس الامناء مهمتها الاساسيه هي التواصل مع او المتابعه والتنسيق مع الحكومه والبرلمان بشان التشريعات والقرارات التي احالها السيد الرئيس إلى الحكومة والبرلمان فيما يتعلق بتوصيات المرحلة الأولى من يعني ده دور اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ يعني توصيات الحوار الوطني في الأولى؟ بالظبط كده آه لأنه يعني في حاجات بدأت تطلع يعني بدأ بدأنا نفهم إن في حاجات راحت بالفعل من الرئيس أحال جزء آه إلى الحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب من توصيات من إجراءات تنفيذية وجزء الى البرلمان ليناقشه في امكانيه اصداره كقرار كتشريعات لحل المشاكل التي ناقشها بالفعل الحوار الوطني في مرحلته الاولى. ممتاز هنا بقى ارجع لبيان الحركه المدنيه اللي بتقول انها مش هتشارك او بتعلق مشاركتها او بتتحاور حول مشاركتها في الجوله الجديده على تنفيذ التوصيات اللي جرت في الجولة الأولى أو انتهت إليها الجولة الأولى من الحوار الوطني بتقيم الموقف ده إزاي وهل في جديد في اه تواصل مجلس أمناء الحوار الوطني مع أطراف الحركة المدنية؟ آه ظن الشخصي انه آه يعني مع طبعا كل التقدير والاحترام لشخوص كثيرين اصدقاء اعزاء في الحركه المدنيه ظن ان المقاطعه ليست هي الحل الوحيد في التعامل مع الامور المقاطعه لم تبني شيئا ولم تحقق شيئا على مر تاريخنا السياسي النضال السلمي الحقيقي والمواصلة والنقاش هو السبيل لتحقيق حاجات كثيرة جدا أنا أتمنى أن الحركة المدنية تعيد تقييم الموقف بمعنى أنه ما قبل الحوار الوطني وما بعده يعني قبل الحوار الوطني لم يكن هناك حوار في السياسه اساسا الاستاذ ابراهيم محمد كان بيتكلم في السياسه من 2013 تقريبا الناس بدات تقعد وتتكلم وتتناقش وتتجادل وتم الافراج عن كثيرين وفريد زهران دخل يعني الانتخابات اللي فاتت فريد زهران دخل من الحركه البدنيه النقطه الثانيه انا اظن ان النقاش والانفتاح على كل أطياف العمل السياسي والأخذ والرد هو الذي سيحقق التغيير التدريجي المنشود، فكرة الشروط يعني أظن أنها تعرقل أكثر مما تصلح وبالتالي أتمنى من الحركة المدنية أن تتبع هذا المنهج دون أن يعني ذلك المصادرة على رأيها. النقطة الثانية الحركة المدنية ظني أنها لم تقاطع أنا سأقول لك بوضوح الاجتماع الأخير حتى بعد صدور بيان الحركة المدنية حضره الأستاذ أميرة صابر من النائبة أميرة صابر المصري الديمقراطي الاجتماعي الأستاذ عمرو هاشم ربيع وهو الدكتور الكاتب المستقل وهو محسوب أيضا الحركة المدنية والأستاذ النائب أحمد الشرقاوي أحمد ليس عضوا في الحركة المدنية لكنه هو واحد من أبرز وجوه المعارضة وال وتم توجيه الشكر اليوم على يعني مواقفهم الوطنيه المحترمه وال والمعبره بوضوح عن الفهم العام، وبالتالي تاني اتمنى ان يكون هناك ادراك للحركة الحركه المدنيه وكل أحزاب والقوى السياسيه تستطيع ان تحقق الكثير بالنقاش بالمشاركه وليس فا وليس بالمقاطعه، اسلوب المقاطعه مؤسف ولم يحقق شيئا ويعني كما نعلم الحركه المدنيه نفسها هناك اكثر من صوت فيها مش لا تقتصر على صوت واحد يعني هناك يعني رؤى اقتصادية وسياسية مختلفة حتى داخل الحركة المدنية وبالتالي بهذا المنطق أنا أظن أنه استمرار النقاش استمرار المشاركة سا يعني سينتج يعني نتائج أفضل علما أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة والتحركات السياسية في الفترة الماضية أنا أظن انتجت واقعا مختلفا إلى حد ما علينا أن نستغل أفضل ما فيه ونتجنب أسوأ ما فيه شكرك جدا كاتبنا الكبير عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس تحرير جريدة الشروق كاتب الصحفي الكبير عماد الدين حسين أشكركم إلى فاصل إذا عدنا الاقتصاد شأن عمود فقري زي ما بنقول حديث يعلو فوق صوت الاقتصاد وإن كان يعني ساعة المعركة لا صوت يعلو فوق صوت المعركة بما فيهم الاقتصاد لكن خلينا نروح إلى خبرنا الاقتصادي الكبير المرموق دكتور مدحت نافع أهلا بك فندم منورنا بحضرتك الله يخليك إحنا قصاد كل يوم وكل أسبوع في تطور مم. فيما يخص واقعنا الاقتصادي ويعني الأحداث والتصريحات بتقول لنا على توجهات وتوجهات تبدو وكأنها في طريقها ما في طريق ما شيء ما سواء الحل او يعني انفراجه او تستحق ان احنا نتوقف عندها. مم. خليني ابدا بتصريحات السيده كريستينا جورجيفا مم. اللي هي مدير صندوق النقد اللي بتتكلم بوضوح انه مصر محتاجه انها يعني تنظر في سعر الصرف مرن. احنا قصاد تصريحات وكأنها لاول مره بنسمع كلام تفصيلي من السيدة المسؤولة عن الصندوق نفسه في توقيت الصندوق المفروض بيدرس اخر المراجعات اللي تمت بين الحكومة المصرية وصندوق النقد قريت ازاي هذه التصريحات الدكتور وشايف موقفنا مع صندوق النقد في اي خط في اي مسار اولا يعني بعد عظيم التحيه لحضرتك على التقديم اللي اتمنى ان هو يعني يعني اكون قده وفي نفس الوقت على المقدمة الله يخليك وعلى المقدمه العظيمه اللي بدات بيها الحلقه يعني واللي دايما بنستفيد منها فيما يتعلق بتصريحات كريستالينا جورجيفا اعتقد انها ما اختلفتش كثير عن تصريحات سابقه ولكنها كما تفضلت حضرتك اكثر تفصيلا واكثر تعمقا في الشان المصري وده نتيجه ان فيه اهتمام كبير من الميديا وكل الحوارات اللي تمت معاها من الجرائد والصحف والفضائيات العربيه كانت مهتمه بشكل كبير بالشان المصري وهذا شيء جيد، يعني هذا يعني ان الاهتمام بتدفقات الاستثمار في الفتره القادمه ربما تكون وضع مصر في الاعتبار وهناك اسئله كثيره مثاره في هذا الشان. الكلام كله بيصب في اتجاه الى الى ان مشكله التضخم هي المشكله الاولى كما قلنا مرارا. وإن احتواء التضخم ده سيستدعي مزيد من الإجراءات التقشفية على المستوى المالي ومزيد من الإجراءات التقييدية والتايتننج اللي بنسميه في على المستوى النقدي برفع أسعار الفايدة وطبعًا تخفيف يعني أو تخفيض المعروض من البنك نوت وطباعة البنك نوت وخلافه إلى جانب طبعًا عمليات السوق المفتوحة المعروفة. يبقى إذًا الشقين دول علاقتهم بسعر الصرف؟ هي دايمًا كانت بتتكلم تقييد الإنفاق صحيح وفي الوقت الثاني اللي هو تقليل المعروض النقدي والتجديد النقدي صح عشان, آه. عشان نحتوي التضخم آه. اللي هو بيعتبر المسبب الرئيس له والمغذي الرئيس له في هذه المرحلة هو تباينات سعر الصرف وتقلبات سعر الصرف العنيفة، لكن التضخم أصبح يعني تضخم هو معدل ارتفاع أسعار أسعار, أسعار. أه بالظبط، فالتضخم مؤلم يعني في المتوسط في العام الماضي بيقل رسميا بيعلنوا انه 2% نزل 3% وبيقل فعليا لكن لكن آه. نسبيا هو ليه نسبيا بيقل؟ لأنه بيتقاس زي ما قلنا قبل كده بيتقاس بسنة أساس وبشهر أساس مرتفع بالفعل اللي هي بداية الموجة الشديدة في ارتفاع الأسعار بدأت من أكتوبر الماضي السنه الماضيه ما هو انخفاض معدل التضخم ليس معناه انخفاض مع... الاسعار انما درجة زيادة, زيادة الأسعار, الاسعار اللي بتقل بالضبط آه. كده، فانا من اول اكتوبر آه 23 بدات تتقارن باكتوبر 22 آه. فكانت بدات تميل الى الهدوء شويه، لكن طبعا هناك ارتفاع كبير في الاسعار وهناك شعور بهذا من قبل القياده السياسيه والا ما كانت قرارات تضخميه وليست تقشفيه تاتي يعني مختلفه عن القرار التقييدي والتقشفي للحكومه بوقف وتاجيل المشروعات ومختلفه عن قرار البنك البنك المركزي برفع اسعار الفايده من اجل احتواء الاثار السلبيه مجتمعيه اه اللي هو رفع المستوى الحد الادنى والمعاشات آه. وخلافه وما م. الى ذلك فكل هذا يعني مفهوم طبعا سياسيا وهي قالت ده حتى في تصريحاتها آه. ان لازم ما دام بنحارب التضخم ناخد في اعتبارنا الطبقات الاشد فقرا وخلافه ثم تطرقت طبعا الى ان لا بد من سعر صرف اكثر مرونه م. ودائما هي بقى النقطه اللي دايما بنقول فيها ايه قبل ايه طب انا عشان يبقى السعر سعر صرف اكثر مرونه محتاج يكون عندي تدفقات دولاريه اقدر يعني اوفر بها الدولار عند سعر جديد اللي انا هتفق عليه هذه التدفقات هتاتي منين يجب ان تاتي من يعني مصادر النقد الاجنبي المعروفه اللي احنا كلنا عارفينها اللي هي نفسها تطرقت الى انها اصيبت بضرر شديد نتيجه احداث 7 اكتوبر ومنها دخل, رضا... قناة السويس اليوم. دخل قناه السويس اللي انخفض بنسبه 40% وقالت حتى 50% في تقريبا هي اشارت الى هذا ثم السياح والسياحه ايضا تضررت خصوصا السياحه الشتويه بتاعتنا في هذه المنطقه وشويه الحاجات اللي جت من الحوثي وضربت هناك اكيد اثرت سلبا على السياحه وبان ده في لبنان بشكل كبير اللي دخلها كبير من السياحه وفي الاردن ايضا ثم التحويلات العملية، تحويلات العملية هتيجي ازاي؟ وأنا عندي سعرين الفرق بينهم الضعف تقريباً، هحط فلوسي في البنك ليه؟ ما أنا أدخلها من ناحية تانية، فالمصادر المستقرة لينا للنقد الأجنبي اللي إحنا عايزينها عشان نلتزم بسداد التزاماتنا في 2024 وعشان نستمر في استيراد الأساسيات لأن إحنا استيرادنا مش مرن يا أستاذ إبراهيم، يعني إيه مش مرن؟ يعني 75% من وارداتنا يا إما سلع أساسية يا إما مدخلات إنتاج يا اما سلع استثماريه لازم تدخل عشان انتج وعشان يبقى في معروض والا هو السائد دايما ان احنا بنستورد حاجات رفاهيه لا 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 ده, 25% دا دا وعشرين و... في بس م. كل ده 25% م. لكن انت وده مرن لان تقدر توقفه لكن الجزء م. اللي مش مرن هو الثاني وده بيبان ازاي انت بتقول انه وارداتنا مش مش مرن الاسعار يعني المرونه السعريه يعني ايه لما يعلى السعر او تكلفه الاستيراد قوي مش هستورد م. مقدرش ما اقدرش هستورد حتى بالسعر مستلزمات انتاج وسلع استثماريه وسلع اساسيه ايضا سلع استثماريه اللي يعني ايه اللي يعني مثلا لو عايز اجيب آآ آآ مكن عشان أوه. اشغل بيه مصنع أوه. وبالتالي المعروض السلعي بيتاثر سلبا اول ما ايه أوه. اقفل الاستثمار ففي الربع الاول مثلا من 23 24 ميزان المدفوعات تحسن وبالذات ميزان الميزان التجاري عشان انا قللت الواردات بواحد 1.9 من عشره مليار دولار، واحد تسعة من عشره دي واحد واربعه من عشره منها حاجات مهمه كانت المفروض تدخل ده معناها يحصل ايه؟ تضخم على طول لان هيقل المعروض يعني ما هو معروض للناس انتاج في المعروض فيخش في التضخم في السعر يزيد اهو كده فمهما حققت من انجازات ومنها انجازات العام الماضي في ميزان المدفوعات وهقول لحضرتك دايما كان استاذنا الدكتور استاذ عبد الفضيل الله يرحمه محمود عبد الفضيل يقول لنا اوعوا واحنا طالع واحنا لسه تلامذه يعني آه. في الكليه اوعوا تركزوا على ميزان مدفوعات في كلياتي ممكن, ممكن اعمل فائض ميزان مدفوعات عشان داخل لي قرض ممكن اعمل فائض اولي كمان أو لا ده دي خاصة الموازنه <applause> العامه دي, ما الحمد لله انا ما حضرهاش يعني ربنا يعني اختاروا قبليها لكن الفائض بتاع ميزان ليه بقى ميزان المدفوعات ليه ثلاث اقسام معروفين ميزان التجاره اللي هي السلعيه وميزان المعاملات الجاريه بنضم بنضم التجاره السلعيه بنضم اليها الخدمات م. ودول الاثنين مع بعض المعاملات الجاريه دول مهمين كده آه. والثالث مهم ايضا لكن داخل فيه قروض وداخل فيه برضه صافي استثمارات فانا السنه اللي فاتت مثلا عملت فائض في ميزان المدفوعات كله 888 او 89 يعني قرب 900 مليون دولار ده كويس بس على حساب ايه مم. على حساب إني قللت الاستيراد بشكل كبير ومن اساسيات وعندي باك كبير او يعني أمور من يعني زي المدفوعات يعني بقيت ادفع اقل من يعني بقيت اخد اقل من مدفع اه يعني آه. انا دلوقتي عندي فائض ده معناها آه. ان انا علاقتي بالعالم الخارجي قلت آه, 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 اه بقت ما بقتش في حاله عجز آه. احنا دايما بنقول احنا عندنا عجز آه. مزمن ودي حقيقه في هذا الجانب وفي هذا العام لهذا العام تحديدا وده طبعا احنا فاهمين ان صافي المعاملات الاستثماريه لوحدها التحويلات الاستثماريه كان 8.9 مليار دولار بال بالاضافه عشان العشرة مليار اللي دخلوا ودي استثمارات مش هتدخل آه. كل سنه استثمار دخل حد اشترى حاجه حد عمل حاجه احنا فاهمين طبعا القصه دي متغيره وجزء منها برضه تبقى تدفقات في شكل قروض مم. وجزء آه. منها استثمارات حافظه مثلا بتدخل بتسمع كصافي ده سمع معانا في ميزان المدفوعات ده سمع وحسن شكله فهذا التحسن هو الفضيل ما كانش عايزك تبص <applause> الموضوع ده ليه؟ عشان ممكن يجيلك قرض كبير قوي في ميزان المدفوعات ككل يوهمك انك عندك فائض اه لانه في فلوس لكن في قرض ده التزام ده التزام التزام عليك لازم تسدده حتى الاستثمار التزام بس الاستثمار ممكن لو 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 طويل الاجل مش هوت ماني هيبقى مش اموال ساخنه هيبقى التزام جيد يعني انه مستقر وبيشغل عماله وبيعمل وبيعمل نمو لكن لا ابص دايما على ايه؟ على التجاره م. التجاره السلعيه خصوصاً الصادرات غير البتروليه هل بتتحسن؟ م. لا انا برضو ما زلت تقريبا فاتوره استيرادي ضعف فاتوره تصديري فطول ما انا عندي الكرونيك ديزيز ده او المرض المزمن ده هيظل عندي دايما مشكله ان انا عايز دولار طول ما انا عندي عجز في الموازنه العامه همولها ان انا استلف سواء من جوه او استلف من بره هفضل عايز دولار عشان ادفع الفاتورة الدولاريه. ولذلك هنظل دائما بندور في نفس صحيح بس انا عشان انا عايز دولار ما اقدرش اسيب سعر الصرف مرن لانه انا مش هقدر البي احتياجات السوق والطلب ومن ثم هخلق ارتفاع اكبر للاسعار هي مرن دي بقى ليها أوه. اكتر من درجه أوه. يعني التصور التقليدي ان هو يا اما مربوط <applause> يا اما حر تماما آه. لا ده في في النص حتت في حاجات كتيره جدا مش احنا دي جربناها من 2017 احنا بنجربها احنا عمرنا طول عمرنا عمرنا ما عملنا طبعا فري فلوتيشن عمرنا ما عملنا تحرير كامل وده آه. منطقي وصح وصح اقتصاديا آه. التثبيت برضه خطر لانه آه هو فعليا ديفاكتو في السوق دلوقتي فعليا يعني هو مش متحرر خالص ولا ولا متثبت هو بيتحرك لوحده خالص وكل سلعه بتتسعر بدولار تاني او كل مجموعه سلعيه بتتسعر بدولار لوحدها اللي هو الدولار الجمركي الدولار يا ريت الجمركي ده رسمي لكن الدولار اللي بتسعر عشان الذهب والدولار آه بتسعر عشان معاملات في سوق معين في السيارات كل واحد بيسعر بمزاجه لان ما فيش ما يقدر يسعر والسلع الاستراتيجيه والاساسيه الدوله بتتحمل كانها بتدعم الدولار بتاعها بشكل كبير جدا والبنوك بتتحمل تتحمل انها بتدعم الدولار اللي بندفع بيه كريدت كارد بره آه. وهكذا م. فاحنا عايشين حياه من الشلل والارتباك في كثير من النشاط الاقتصادي اوجه نشاط الاقتصاد أو فمش ده مش قابل للاستدامه يبقى التع... مش التعويم بقى الربط المرن يعوز ايه؟ يعوز شويه تدفقات هتقولي طب تدفقات دلوقتي ده انا محتاج على الاقل 27 مليار دولار عشان اسد العجز في الخارجي اللي عند البنوك آه. البنوك عندها يعني صافي اصول بالسالب 27 مليار دولار ممكن نشرح ده هي باختصار شديد آه. كل بنك بيبقى ليه تعامل عليه التزامات دولارية وليه استحقاقات دولارية التزامات البنوك م. بتاعتنا الدولارية كانت دائما في حالة فائض لفترة طويلة جدا ده عشان أدي لل... لاصحابها لا اصحاب الوداع ولا الالتزام المستوردين لا التزامات و... بالظبط آه فتح اعتمادات آه وخلافه واهمها اعتمادات المستنديه في الاساس آه فط... ففي باك لوج في... يعني في طابور واقف على باب البنوك آه محتاج يستوفي هذه الاموال ومش عارف يستوفيها عشان عندنا عشان عارف عندي 27 مليار عشان ما فيش تدبير يبقى مو... المنطق المباشر يقول لك هات لي 30 ولا بتاع اشتغل فيهم لا مش بالضروره انا شايف ان احنا لو دخلنا بسبعه او ثمانيه مع اشارات ايجابيه مع تايتننج يعني انا بوقف وبقلل مشروعات وبقل لان الطلب على الدولار هيقل لما الحكومه توقف استخدام الدولار مثلا او تقول انا مش هستورد مواد خام ومواد انتاج عشان مشروعات كبيره ممكن اجلها لما ده يحصل مش بمجرد تصريحات وانما بحركه على الارض هيبتدي السبعه او الثمانية مليار الموجودين موجودين يعملوا زخم ويجيبوا المشروعات الكبيره بتستورد مش مفروض ان احنا بنتكلم على مشروعات بنيه فيهم. اساسيه فيها كباري دلالي. و مكونات دولاريه في كل حاجه آه. في كل حاجه المكونات الدولاريه مشروعات الطرق وحتى اه طبعا اه طبعا الخامات والحاجات مش حديد والحاجات آه. دي احنا بننتجها و... لا لا بس انت يعني برضه بس بستورد خامات الحديد وبتستورد آه. مدخلات بتستورد سكراب آه. فوردة بتاعت الحديد وممكن تستورد مسلح احيانا لو عندك عجز في الانتاج هنا بتستورد دايما يعني, آه يعني فجزء من مش... <applause> وقف النزيف ده آه انه المشروعات لما تك... آه المط او اولا اه أو في الاجل آه. القصير اقل المشروعات اللي هي آه. مش هقدر اعمل صناعه جديده فجاه واوطن آه. ابتدي اوطن جرادولي شوف انا بستورد ايه كتير وابتدي اوطنه وابتدي اعمق التصنيع بتاعه فيرتيكالي بشكل بشكل راسي داخل البلد اللي بنسميه بقى يعني اون آه. شور آه. ونير شور يعني, و... يعني, و... يعني انا بستورد ذره حمراء نزرع ذره حمراء ياري... بستورد فول صويا نزرع فول صويا بالظبط كده طيب بس هي حته الزراعه دي بالذات حساسه جدا لان انا لازم احط ده دوره زراعيه ثلاث اشهر اللي خلصت بس لازم احط في اعتباري برضو خليني واقعي انا احط أه في اعتباري ان دوله فقر مائي أه فمش كل حاجه في الزراعه هقدر اتوسع فيها خليني برده برضه واقعي أه بس اظن السلعتين دول المحصولين دول مش محتاجين تدفق كبير أنا, 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 انا ما طلع لان يعني الارض موجوده يعني الارض مش طبعاً مش بنستصلح لها يعني لا أه ولازم نستخدم تقنيات جديده منها الري بالتنقيط وخلافه وكنا حطينا خطه كامله ايام ما كنت مساعد وزير التموين وحطينا خطه كامله لمحصول القصب وقلنا ازاي ان احنا نتحول الزراعه بالشتلات والري بالفرنسيه وخلافه والموضوع كان في عقده وزاره الزراعه ولا اعرف حتى الان لماذا توقف لان كان هيوفر كتير جدا على مصر في استخدام المياه وفي نفس الوقت هيوفر استيراد السكر لانه هيحقق اكتفاء ذاتي صحيح معظم السكر اللي بنتجه محليا من البنجر هو فضل 20% كان يعني برضه لبناه ويبقى كويس كان وكان هيمنع المشاكل كتير اللي حصلت في الفتره الاخيره وخصوصا أوه. النسبه وهيقلل كتير من التكلفه لان مشكله في تكلفه انتاج السكر معظمها في الزراعه أوه. مش في المراحل الثانيه خالص ولا مش في التصنيعية لا 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 مراحل الزراعه هي المشكله كلها سواء بنتكلم عن قصب سكر أو بنجر آه طبعاً وكلمنا آه. كنت عضو في لجنة برضو كنا مهتمين بالاكتفاء الذاتي والمحاصيل أساء الزيوت مثلاً احنا عندنا كارثة في الزيوت م. 80% تقريبا مستورد طب ليه يعني أوه. ايه مشكله الزيوت يعني وكان عندنا شركات شركات كبيره تابعه حتى لوزاره التموين كان ممكن اعاده تاهيلها عشان تنتج بس كلها تكرير مش ما هي هتعتمد على لو, لو انت الخام وكرره لو انت اوف تيكر كبير يعني أوه. يعني بتلتزم بشراء كميه كبيره زي كده شركه السكر لما كانت بتاخد من الفلاحين وما زالت تاخد من المزارعين هيبتدي تتوفر طلب داخلي يعني هيبتدي الناس تزرع المحاصيل اللي انت عايزها فانت أوه. ما عندكش المكن اللي يشتغل لان شركات الزيت الزيوت اللي عندنا كلها قديمه اه فانت عايز تطور المصانع آه دي فتزود حجم الانتاج بتاعها طبعًا. طبعًا. فالزراعه تزيد فتقدر تلبي كان في تصور كبير كان في تصور آه. كبير لهذا وان انت تبتدي تفتح مم. المجال في هذا يعني ده موضوع مهم الشق بتاع المشروعات الكبيره ده آه. شق او يعني مبدئي فورا طيب ما هو رئيس الوزراء اعلن انه <applause> من ضمن القرارات دي من اسبوعين اللي هو التوقف عن يعني المشروعات اعاده النظر فيها صح هل بتعتقد انه في معايير لاكمل في المشروع ده او استمر في المشروع ده وامتنع عن المشروع ده؟ يعني اهمها المشروعات اللي لسه ما بداتش آه كلها ممكن تأجلها وممكن تأجلها دي اول حاجه اول حاجه, مم حاجة انا رايي ما لم ابدا به لا ابدا لا ابدا بي. انا رايي كل المشروعات المتعلقه بالحمايه الاجتماعيه والمشروعات اللي كانت مثلا زي التكافل والكرامه والحاجات اللي في القريه و, و, و لازم يستمر اللي هي وقفوها اول حاجه آه على فكره أنا استغربت الصحية والحاجات دي معرفش دي اللي وقف أنا بالنسبة لي بقى دي بالذات ما توقفش آه. الحاجات في حاجات ما أنا استغربت عشت أنا دهشت جدا يعني <applause> يعني ليه ما كانتش توقف أصلاً؟ لكن في حاجات تانية كتير لازم توقف م. وفي حاجات تانية كتير لازم تؤجل أو تتعمل على مدى زمن أطول شوية يعني بدل مشروع 3 سنين خليه خمسة خليه خمسة خليه 10 مش مهم المهم إن أنا ومش عيب إحنا في مرونة دايماً فكرة إن أنا أصلاً أنا غيرينا السد العالي في 10 سنين أيا كان أه يعني لازم يبقى عندي مرونة ولازم اخد في اعتبار ان في صدمات كتيره جدا جات لي من بره مش كلها من جوه لازم اتحرك في إطارها ده, ده مش عيب خالص يعني مش مثلا انا كده رجعت في كلمتي يعني لا بالعكس انا كدوله ملتزم بان انا احقق الرفاهيه ورفاهيه السكان تقتدي مني النهارده اني اصرف على ده قبل ده بس <applause> إعادة التوجيه دي ما تبقاش بتصريحات بس لان احنا م. سبق ان احنا سمعنا الاستيرتي بوليس uh, دي او يعني السياسات التقشفيه دي سمعنا عنها كتير لكن لم تنفذ بشكل ايجابي م. لازم تتحس على الارض لازم م. طلب الحكومه على الدولار من البنوك يبان تحس إن مفيش ضغط فاكر حضرتك فتره من فترات كان الدولار بيزيد قوي كنت بقول على ده طلب طلب حكومي او طلب م. مصرفي آه. نتيجه سداد التزامات او بيبان لان الطلب الكبير المؤسسي بيبان ضغطه على السوق آه. فاول ما هيقف الجانب ده هيبتدي الناس تحس الطلب المؤسسي ده مش كان يخص تسداد اقساط آه ولا يخص آه كان بيخصه في الأساسي اصلا آه طبعا لكن مع معش هنخفض اللي نقدر عليه والنهارده اعمل برضه اعاده جدوله للديون اعمل نيجوشيشنز اعمل تفاوض على اعاده جدوله الديون ما يمكن جدولته طبعا لان مساله البونز لازم آه هسددها بتتكلم عن سعر الصرف المرن حضرتك بتقول انه التدفق آه الدولاري مهم بس مش لدرجه 20 و30 ممكن ب 8 مليار دولار نقدر نبدا لان احنا هنكتذب واحنا بنتحرك وبنعمل آه. سياسات باينه انها او مؤديه الى الغرض هتتحرك آه. هتجي لك تدفقات بتيجي طب ده يودينا تاني آه. لصندوق النقد والقرض القادم ويودينا آه. الى ما اعلن او ما سمعناه عن مشروع راس الحكمه لكن خلينا <applause> نواصل في هذا النقاش مع خبيرنا الكبير دكتور مدحت نافع بعد الفصل إذا عدنا إلى خبرنا الاقتصادي المرموق دكتور مدحت نافع في حديثنا عن الاقتصاد وكان يتحدث عن تداعيات أو يعني قراءة في قراءة في تصريحات السيدة كريستينا جورجيفا مدير صندوق النقد الدولي الخاصة بأن احتياج مصر إلى سعر صرف مرن وشرحت لنا دكتور مدحت إن احنا محتاجين تجديد نقدي ومالي عشان نوصل لسعر الصرف المرن طيب قال التجديد النقدي والمالي حضرتك شرحت لنا انه المشروعات الكبيره و اللي ما بداناش فيه ما نبداش ونعمل جدوله واولويات نعمل ايه تاني؟ بالتشديد النقدي والمالي هنحاصر التضخم شويه محاصره التضخم في حد ذاته هيعطي اشاره للاستثمار بان هذه الدوله ممكن تكون جاذبه للاستثمار لان زي ما قلنا الاستثمار مش بس عدوه هو ازدواج سعر الصرف عدوه الكبير جدا هو التضخم لانه هيحط فلوس وهيحولها بالجنيه المصري هيبص يلاقي الجنيه ده كل سنه بيفقد 40% منه يقول لك لا يا عم مش لاعب ده ما فيش حد هيعرف يعمل ارباح بهذا القدر ابدا <applause> فاول ما هيبقى في مؤشر قوي ان انا بحاصر التضخم وفي نفس الوقت بقلل الضغط على الدولار من من خلال تقشف حكومي حقيقي و و وبقلل استردادات الحكومة حقيقي, حقيقي, حقيقي وبقلل استيراد السيارات وبقل لان حتى القرارات دي انا لما كنت ماسك مثلا رئيس قبضه كان يجي لنا تعميم مش القبضه يا القبضه للصناعات المعدنيه فكان يجي لنا تعميمات من اللي بتجيب فعلا تقشفيه بطلوا يا جماعه احنا ما حد بيشتري حاجه بس بطلوا تشتروا مثلا سيارات مش عارف ايه حاضر هذه القرارات لازم تكون انا بسميها التقشف الذكي بقى دي ما حدش انا ده اختراع انا الكلمه دي يعني أوه. ايه تقشف ذكي يعني ما اقولش تقشف بانك ما تجيبش مثلا سياره جديده لكن النتيجه ان الباب بتاع صيانه السيارات القديمه اللي هي اساطيل السيارات يا نهار ابيض لا وباب كبير جدا للنصب وللاحتيال واللي وانت عارف حضرتك اللي آه. بيتلاعب فيها ازاي ما تجيبش سياره انا اجيب موتور مش عارف كاوتش هتلاقي العربيه المتهالكه دي انت مش عايز تغيرها بتدفع عليها قد العربيه الجديده 10 مرات أوه. بدل ما تشتري اصل جديد ففي حاجات كثيرة جدا في أوه. المجال ده لازم يكون اللي يحطها فاهم وداخل آه. جوه عشان يفهم مم. ازاي التلاعب بيتم فيها مم. فدي على سبيل المثال ده آه. بند واحد اه ده بند واحد آه. السفر هتلاقي دايما بعد ما تسافروش الا اذا تم آه. موافقه السيد رئيس الوزراء فهتلاقي كل الناس بتجيب موافقه رئيس الوزراء آه. يعني اللي عايز يسافر هياخد <applause> الموافقه رئيس الوزراء الموضوع سهل آه. مش هو اللي بيبقى قاعد بيديها آه. يعني كبير مستشاري قاعد بيوافق آه. يعني فيعني عايز اقول ايه لا لو هناخد قرارات نبقى عارفين انها هتنفذ آه. هتنفذ بشكل جيد عشان احنا مش مهم بس نرس نبعت رساله فقط لا مهم ان الرساله دي تكون مدعومه بقوة شرائيه يعني ايه قوه شرائيه يعني مفيش طلب فعلا على الدولار الناس بدات تحس والسوق هيبدا يحس ان فيش ضغط على الدولار مم. اول ما يتوافق لي خلاص ب 8 مليار بس تخيلي مثلا هذا آه. الرقم انا متخيل ان الرقم ده لا هيجيب لك ارقام كبيره يعني انا عارف علاقه الطاقم صندوق النقد اللي بيتكلم انه هناخد 12 مش 8 بس مش مره واحده آه. ما هو هو هيخش فين هو دلوقتي كان في مراجعتين انت فيه عايز كيه. 8 مره واحده انا عايز 8 مش بس من الصندوق طبعا اكيد آه. الصندوق مش هديك ثمانية لكن لو خدت من الصندوق اثنين على سبيل المثال لو انت ضعفت اللي انت كان مستحق ليك وزودت عليه شويه وخدت اثنين مثلا على سبيل المثال دفعه اولى يعني. دفعه والبنك الدولي على كلام جورجيفا آه كريستالينا جورجيفا ان البنك الدولي هيخش يدعم في هذا الاطار آه وطبعا احنا عندنا مسببات اضافيه عندنا مشكله بتحصل في, في يعني جيوبوليتيكال جيو ريسك جديد م. متصاعد ومشكله في قناه السويس وغيرها فليك سبب اضافي السياسيه آه طبعا حقك ان انت تطلب حاجة جديد وعندك داعمين في الاقليم هيخشوا في شكل استثمارات مش كل الفلوس هتبقى هتبقى قروض بالعكس أوه. احنا عايزين استثمارات اكتر وعندك اتحاد اوروبي كان بيناقش انه هيدخل لك استثمارات من فترة لو تفتكر لو ده بدأ يدخل باستمرار وبدأنا البنوك تلبي الاحتياجات طبعا بحسب اولويات مش كل الاحتياجات هتلب بحسب الاحتياجات عند سعر معين عند سعر معين هيتم تحديده وهيتم تحديد معاه في نفس اليوم يا استاذ ابراهيم يتم تحديد معاه هامش يتحرك فيه خلال سنه مثلا او خلال ربع سنه هذا الهامش إيه؟ من هنا هذا الهامش هيحترمه الجميع هيبقى الناس فاهمه هرايح فين وجاي منين وهعرف البيه ولا هيبقى في ما هو لازم في اكون عارف البيه فطبعا انا هعرف البيه سي مثلا انا مش عايز اقول التفاصيل قوي لكن خلينا نقول ان انت الثمانيه دول هي... هيسطروا معاك شهرين مم. مثلا ما أنا لازم في خلال الشهرين دول بالسياسات اللي بقولها دي كلها باعاده هيكله الديون اللي هتدي اشاره اخرى بان انا مش ضاغط السنادي ومش محتاج حد فلوس كتيره السنه دي بحاجات كتيره تانية هتتعمل هتدي اشاره لكل الناس اللي بتعمل تحويلات عاملين ان هم يحطوا فلوسهم بسرعه هتدي الاستثمارات اللي هتخش مع التحويلات مع خلافه ممكن تعمل لي حصيله متزايده ومتراكمه تخلي البنوك تلبي اول ما الشخص هيلاقي نفسه بيطلب الدولار ويلاقيه خلاص مش هتبقى عندك المشكله دي وهترجع للفتره اللي انت كنت مستريح فيها وتعرف تلاقي دولار على الاقل للاساسيات. ده اللي تسميه حضرتك اول ما الشخص يحس ده بتسميه الاقتصاد السلوكي. ده اقتصاد سلوكي واحنا للاسف آه. في ناس في ناس ما بتعرفش في الاقتصاد غير كنز لان كينز هو اللي بيقول عايزين دراسة نخلق طبق من المدرسه الكنزيه جون ماينورد كينز بيقول لك ايه عشان نخلق طلب فعال لما يكون في حاله من الكساد او الركود يخلي الحكومه تبني رصيف وتهده فتلاقي نص الناس عشان الحته دي عجباهم بقوا كنزيين <applause> والنص الثاني هتلاقيه يعني مره كنزي وبعد الظهر ماركسي يعني مش, هتبقى فاهم هو لكن اللي انا ملاحظه جدا دلوقتي ان كثير من مسؤولينا سلوكيين ماشيين على الاقتصاد السلوكي بيهتموا انهم يبعتوا اشاره فالاشاره تعمل إيجابية. صدى اشاره ايجابيه فتعمل صدى كبير بس بعد شويه ممكن ما تلاقيش حاجه تنسى عن فيه احنا هنبيع 705 شركه وتبص تلاقي في 13 اتعملوا في نفس الجدول الزمني اللي متحدد لل 705 مثلا او آه. في نص الجدول الزمني او ربعه يعني كان في جدول ل 705 شركه اتباع 13 ما هو التخارج احنا ما حضرتك عارف طب وليه بيبيع 13 من 705 ما احناش عارف عارفين نبيع وحتى جورجيفا نفسها بتقول لك ما تستعجلش ما آه. انت مش عارف تبيع ما تبيعش بخساره برضه ما تبيعش بان انت وانت بيع المديون اه بيع المديون المقهور المضطر يعني ودي نقطة ثانية نبقى يعني نتكلم م. فيها لكن انا بتكلم دلوقتي على ايه؟ رسائل زي مثلا خلي بالكم يا جماعة ده هيخش لنا مش عارف كام مش عارف كام طبعا مش الحكومة بالضرورة هي اللي رقمت الرسالة بس من أرسل هذه الرسالة خاطئا م. لأنها هتعطي فعلا زخما ممكن تحرك في اتجاهها لكن هتفقدك المصداقية بعد شوية فالناس هتشك إن في حاجة هتخش أصلا حتى لو جاي حاجة بجد مش هتصدق ويبقى رد الفعل بتاعها مؤقت طبعا وإحنا في سوق المال كنا بنقول ايه؟ اشتري على على الشائعة لكن بيع على الخبر. أوه. يعني الحد بين الشائعه وبين الخبر بين ما في شائعة مثلا ان في بنك هيتباع، الناس تفضل تشتري في اسهم البنك ده، اول ما الخبر الحقيقي بقى ينزل ان البنك هيبتدي فعل... يتباع خلاص أوه. وفيه بنم... بنوقع العقود، الناس بتبيع لانه خلاص خد الدوره بتاعته علي ارتفع وخد دورته بتدي ينزل بقى، مم. فبينزل بعد الخبر. فانا النهارده لم تخيل بقى الشائعه ايجابيه والناس عماله تشتري تشتري تشتري، ثم يجي الخبر سلبي مش كمان ايجابي بقى اللي هو خلينا ابيع هعمل ايه ده انا هنزل نازله هدمر الدنيا ده أوه. مش هبيع ده انا هرمي الجنيه المصري مش بس هشتري يعني مش بس هبيع ده خطوره الاعتماد على سلوكيات الناس طبعا هي, تصدر مهمة. لها هي مهمه انا دايما أوه. بقول حتى يلا نبعت سيجنال ده تخصصي حتى في الانفورميشن ايكونومكس اقتصاد المعلومات مانمي. المعلومات مهمه جدا لكن أوه. المعلومه لازم تكون مصدقه والمعلومه لازم تكون مقومه والاندرلاين بتاعها او اللي بيسندها اصول حقيقيه أوه. ومعلومات حقيقيه وشغل في على الأرض. مش مجرد مش مفرطه طبعا في التفاؤل مش مجرد شائعه أوه. يعني اللي بيبعت شائعات دول ناس ليهم بيسموه مانيبيليشن بيعملوا مانيبيليشن بيعملوا بيعملوا يعني تلاعب في السوق لكن المسؤول ما ينفعش يعمل مانيبيليشن المسؤول لازم يتحرى بالعكس يبقى حريص ان هو ينقي الاجواء من الشائعات طول الوقت احيانا بيبقى صامت فيبدو يدعم الصمت, الصمت ده بيدعم بيدعم الشائعة, من الشائعة. آه. فدي بتبقى فيها مخاطر فما نفرحش بالاثر الايجابي لمعلومه مم. من هذا النوع ما نفرحش بيها لإنها زي ما النهارده مفرحانه بكره هتزعلنا. يعني ده يودينا إلى الكلام عن رأس الحكم مشروع رأس الحكمه والكلام عن تدفق 22 مليار ويعني الكلام ده واضح إنه رئيس هيئه الاستثمار عمل له ضبط صح. في أول تصريحات رسميه تفصيليه واتكلم على إنه لا ده يعني على مراحل و ده اللي حضرتك بتفرق ما بين الإشاعات التي أطلقت بإيجابيتها الشديده و وإفراطها في التفاؤل ما بين الحقيقة اللي قالها لنا المسؤول الحكومي. وأنا شايف إن الحقيقة كانت أحسن بكتير جدا م. من الشائعة، والحقيقة كانت حتى أقيم أو. من الشائعة، والحقيقة كانت يعني معتبرة م. لدى الـ الحس الوطني حتى مش اقتصادي عن الشائعة. آه إنها حق انتفاع وإنها استثمار وليست كلام منضبط كلام منضبط كلام, كلام وكلام وكلام محترم م. جدا، فكان لا كان ينبغي له أن ينشر إلا لو كان طبعا في إن دي أو اتفاق يعني ماضيين على اتفاقيات عدم إفصاح. اكيد مش هيقدر يتكلم طبيعي اكيد آه. مش قادر يتكلم وهنا طبعا لازم اعذر اي مسؤول حكومي يعني. آه. آه. لكن مره اخرى نستطيع في هذا التدفق الدولاري المحدود آه. 8 مليار ان احنا لو عملنا كذا وعملنا آه. كذا آه. أنا لكن, آه. لكن. كان كنا ممكن يبقوا ثلاثة مثلا لو بنتكلم آه. من كام شهر فات آه. النهارده بقول لك مش اقل من طب تمام. لو استنينا كام شهر لا هيبقى هتبقى محتاج 15 فعلا اه مم. هي الموضوع مش لان هتزيد الفجوه وهتزيد الطلبات وهيزيد الباك اللي هو بيسميه طابور الانتظار امام آه. البنوك اللي محتاج يلبى احتياجاته آه. طب حضرتك شايف الحكومه في القرارات اللي اتخذتها وهل هذه القرارات انت شايفها صحيحه وصائبه وراضي عنها ولا شايف انه في فجوه ما بين القرار وتنفيذه ولا شايف انه محتاجين قرارات اخرى انا محتاج محتاج قرارات كتيره مكمله <applause> محتاج ان القرارات دي العمق بتاعها والسرعه بتاعتها والتواتر والتنسيق السنكرونايزيشن بينها بل... ده مهمة. مين يقول ده قرار اتخذ وسريع وفعل على الارض الاثر بتاعه الاثر, الأثر, الأثر بتاعه, بتاعه مين اللي بيقيسه الراجل في الشارع الش... اللي أه بيقيسوا الاسعار اللي بي... أه السوق لا يجذب يعني مهما قلت مهما حاولت تجمل أه الاسواق حتلتهم كل شيء وهتهضمه وتطلعه لك في شكل اخر اصل احنا ان انا شايفه أنه الحكومه <applause> بتطلع استراتيجيه اقتصاديه ما حكومه الحوار الوطني هيتكلم في أه الاقتصاد ونعمل ايه؟ قال آه. لا يا جماعه كل ده لسه ما درستوش انتوا عايزين ايه؟ <applause> احنا اتكلمنا كتير في الحوار الوطني على فكره في, آه. في الشق الاقتصادي واعتقد ان البطل توصيات والبطل الحقيقي ونه. والبطل الحقيقي كان الحوار الاقتصادي على فكره آه. يعني الشق الاقتصادي كان هو بطل الحوارات هترجعوا تناقشوه تاني؟ مش عارف انا مش عارف آه. ايه انا سمعت استاذ آه. آه. السناتور عماد وهو بيتكلم مع حضرتك وهو صديق عزيز ولكن انا مش مش عارف الحقيقه الاستراتيجيه الجديده ممكن تبقى اجتماعات مغلقه هذه المره اكثر المره فات كان في برضه حاجات مغلقه ورش يعني ممكن لكن انت شايف هناك اكثر اكثر مما قيل في الجوله الاقتصاديه الاولى او في المؤتمر الاقتصادي او في استراتيجيه الحكومه اللي اعلنتها او في 2030 اكثر مما قيل المفروض يقال ولا نخلص وننفذ بقى انا شايف أكيد. ان احنا ممكن نستمر في الحوار مش عيب ابدا بالعكس آه. عكس الحوار حاجه كويسه الحوار الاقتصادي آه الحوار الاقتصادي لانه آه. بيعطي انطباع الان يعني انا م. انا في تصوري دلوقتي ان في انطباع لدى القياده السياسيه راسخ وده الفرق يمكن ده مقالي غدا يعني في في الشروق ان في فرق كبير بين 2016 اه اه فرق بين <applause> 2016 وبين النهارده ايه الفرق ان النهارده الحكومه مدركه او القياده السياسيه مدركه ان وصفه الصندوق او الوصفه مع الصندوق ليست بالضروره هي الحل السحري وليس نجاح اتمامها هو نهايه المطاف ده بدايته دي نقطه مهمه جدا آه هو كده وبالتالي الصندوق ليس الحل السحري ليس الحل السحري اتمام السحر. الاتفاق ليس هو نهايه الامر بالظبط وبالتالي الدعوه لحوار معناها ان احنا عايزين نحط تصور لعلاج المشاكل المزمنه، ده تخيلي. يعني عشان كده بقول الحوار ملوش علاقه باللي انا بقوله، اللي بقوله لازم يكون بيتنفذ واحنا بنتكلم ومن امبارح، فاكر لما كنت بقول لحضرتك؟ ان لكن لازم يبقى من كذا شهر الكلام ده حاصل. لكن لكن الحوار هيقول ايه؟ الحوار هيخليني اشوف ازاي ما اكررش الكلام ده؟ ازاي ما اروحش للصندوق تاني بعد سنه ونص؟ مش هقول لك بقى بعد سنتين بعد اربعه المره ولا خمسه؟ ازاي ما اضطرش ان انا دايما بلف في نفس الحلقه المغلقه والدايره المغلقه وازاي دايما تصريحات الماليه تبقى تبين ان فيها هيمنه على السياسه النقديه وهكذا ده لازم يكون في الاعتبار اعتقد ان من الأعداد الكتيرة اللي حصلت حتى منذ الحوار الوطني وحتى اليوم في جلسات كتير نقاشيه وورش عمل اعتقد انها بلورت مفهوم واضح وحقيقي مش زي كل مره الوصف التقليدي بتاع دي ده كلام عام وكلام مش, مش يعني كلام ناس ايديها في, في الم... لا المره دي في كلام واضح جدا ومدعم دلوقتي ايديه في, في, إيدي في الميه ده كل الناس في, كلنا الناس. في انا متهيألي اي حد في الشعب دلوقتي لو تساله يعمل ايه في الصحة هتلاقيه عارف احسن مني احسن <applause> مني شكرا جدا <applause> <الله> دكتور <applause> اشكرك للغايه أشكرك. اشكركم والتقي بكم غدا باذن الله حديث القاهر <applause>